يا الله يا كريم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم يا أستاذ وعليكم السلام، مرحبا بك الأخ. نور الدين. مرحبا بك الأخ. من هنا تكلم فينا الأخ نور الدين؟ أنا جزائري، كنت مقيم بالسويد وحاليا مقيم بفرنسا. مرحبا بك الأخ نور الدين. الله يسلمك، سمعتك بكري في البث الأول اللي انقطع، كنت تحكي نعم على المترشحين اللي قدموهم. نعم والله يا كرنفال، أستاذ هذا اللي راهو جاري هنا في الجزائر. والله يا أستاذ، يعني كرنفال في دشرة، يعني ربي يذكره على خير الممثل الكبير عثمان عريوات، يعني قاعد يحكي على الوقت اللي رانا فيه، يعني كرنفال في الدشرة بمعنى الكلمة. وللأسف الشديد يعني ما قاعدينش نشوفوا في مترشحين لي في المستوى اللي رايحين يقدموا الإضافة، ما قاعدين نشوفوا في حتى واحد يعني اللي تقدم. والجالية يعني الجزائرية المقيمة يعني في العالم كامل ما قدروش لا بغى يمدوا مترشح، يعني اللي نكونوا حنايا كجزائريين مقيمين في الخارج نطيقوه ونجي وراه. يعني حتى انتوما يا استاذ ما قاعد نشوف فيكم، يعني ما قاعدينش تعاملوا في الميدان به تجيبوا لنا مترشح يكون في المستوى. وشنو ويناهم يرحم باباك انت ويناه؟ انا والله العظيم والله يا هما استاذ شوف يعني درك نقول لك، هما اولا داروا الدستور خيطوه على المقاس تاعه. نعم هما درك الناس هذو اللي راهم موجودين في الخارج، نعم في الغالب يعني هذو الناس اللي راهم ينشطوا والله في الغالب لاجئين، ما يقدروش يدخلوا اصلا للجزائر. انا لما مثلا درك الان انا ما عنديش حتى جواز سفر باش ندخل الجزائر. يعني هذه حاجة عيب، يعني إنسان المعارض جزائري مهما تكون شوف يا أستاذ، ما عنديش جواز سفر، واسمه أنا وياك كاينين ناس آخرين ما عندهمش جوازات سفر حتى باش يدخلوا للجزائر. الناس اللي يعني راهم معارضين، كاين بعض الإخوة الآخرين عندهم جنسيات أخرى، كاين اللي راه عنده جنسية فرنسية أو سويسرية أو بريطانية، والله ما على باليش أنا، كندية. وبالتالي بالدستور هو يمنحهم على جال باش يترشحوا. حتى الناس اللي تنازلوا درك مثلا، قال هذاك واسمه رشيد النكاس مثلا، هو راهو تنازل على الجنسيه، ولكن الدستور يمنعه. فهمت؟ يقول لك الدستور في هذا اللي راهم دايرينه، دايرين فيه ماده اعتقد الماده 87 من الدستور، تقول لك الانسان اللي تجنس، تجنس يعني كانت عنده جنسيه من قبل، حتى اذا تنازل عليها ما عندوش الحق باش يترشح، بالاضافه الى انه اذا كانت الزوجه نتاعو تحمل جنسيه اخرى. اذا هو الشيء اللي راهو مثلا يقوم به هذا الشخص، هذا راهو يقوم بالشرك. يعني يا أستاذ نقاطعك، قلت لرشيد نجاز أنا كنت واحد من الناس، أنا ما عنديش يعني خبرة في السياسة، أنا نحب بلادي كما تحبوها كي أنتوما الناس الكل، يعني المعارض ولا اللي معني، احنا الهم تاعنا الواحد نشوفوا بلادنا بخير ونشوفوا الشعب تاعنا مهني. نعم أنا رشيد نجاز كنت واحد من الناس من المعجبين به، يعني لما كنا نشوفه في القنوات ولا في الفيسبوك إنسان يدير الخير ويخلص البروسيات باعك. من بعد يعني لما تحكي مع ناس يعني المستوى تاعهم عالي على المستوى تاعي وعندهم خبرة، سواء معارضين ولا هنا في أوروبا تلاقيت بناس بزاف، يعني رشيد نجاز يعني شفت حتى صديقه من الأصدقاء المقربين ليه قالوا لي رشيد نجاز راهو صنع مخابرات جزائرية، يعني صنع الجنرال توفيق. هو راه يقوم بدور، فهمت؟ فهمت هو عليا يا الان أستاذ؟ الان الشيء اللي راه يقوم به، هو كان في وقت من الاوقات كان يقوم بدور نتاع مهاجمه بعض الاشخاص هكذا اللي تبارك الله كانوا فيك. محسوبين على بوتفليقه، فهمت؟ نعم كان يقوم بدور في الخارج. الان هو راهو يهيئ في الارضيه اللي من بعده، وهو على باله بروحه باللي راهو من الناحيه الدستوريه ما راهمش راح يخليوه يترشحوا. كاين بعض الشباب اللي هما درك راهم يمشيوا بنيتهم هكذاك، يعتقدوا من انه
راه راه يكون هناك تغيير. كاين منهم اللي نقول لك والله بالك مره في حياته لهز كتاب وقراه، ما عندهمش حتى معلومات والله ما معرفه هكذا بالسياسه والله بالالعاب تاع النظام والله، ويشوفوا هما درك مثلا هاد الناس هما اللي راهم يقدموا فيهم. كاين بعض الناس اللي راهم يقدموا فيهم، وانا هذا هو الموضوع اللي حبيت نحكي عليه على القضيه تاع كرنفال. كاين الناس اللي هما درك مثلا يجيو ليه يعطيو له مليون، انسان زوال ياك تشوف فيهم واحد فمه رايب واحد واحد كذا يجي قال ودي قال ودي يعطيو له مليون ولا زوج ملايين، قال ارواح نفوتوك قدام التلفزيون والله هذيك، وقال قول بلي راك راح ترشح وخلاص يجيو يفوتوهم. دوك المواطن لما يشوفهم على جال باش هما يقدموا صوره للناس اللي راهم في الخارج، قال شوف شوف اصاحبي تشوفوا كيفاش راهم، راه مفتوح الامور، راكم تشوفوا الشباب دوك هو واش راه يقدم هذا رشيد الكاس، راهو يقدم في صوره للناس اللي راهم موجودين في الخارج، قال لكم تشوفوا باللي راهو كاين شباب وراه كاين اهتمام، ماشي كيما رغم هذو بعض المعارضين اللي راهم يقول لكم باللي راهو كاين عزوف وكاينه مقاطعه، ما كاين لا عزوف ولا مقاطعه ولا محسنون، راه الشباب راك تشوف سبحان الله عندنا 130 مرشح سي محمد وراه مازال ماشيين. انا يؤس انا يا استاذ برك يعني كجزائري مقيم في الخارج فيه كثير يعني من الجزائريين اللي واعيين وما شاء الله عليهم، يعني حتى الكرنفال هذا اللي قاعد يقوم به حتى برشيد نقاز لان في البلاد ما يعرفوهش. انا نعطيك يعني معلومه وصدق او لا تصدق، يعني نعطيك معلومه، انا رشيد نقاز لما يشوفوه يخلص في المخالفات هذاك الا اشهار، يعني في الحقيقه في الحقيقة أو ما كهمن أو ما قعدش يعاون، هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية مهرج. الحاجة الثالثة راشد نقاز صدقني يا أستاذ، يعني والله العظيمة يعني أنا حكيت مع شخص يعني كان في الأمن، في الأمن العسكري، يعني شوف باهي يوري لك يعني الدولة يعني كيقول لك واعرة واعرة. راشد نقاز حتى لو يترشح للرئاسيات صدقني يا أستاذ نعطيك في معلومة، يعني أنا على بالي واش قاعد نهضر ونتحمل مسؤولية، راشد نقاش شخصيا حاكمين عليه إثبات لو 99% راح به يكون رئيس للجزائر والله العظيم ما يوصل للحكم. نقول لك عليه يا أستاذ حاكمين عليه إثبات فيديو بالصوت والصورة، لو ينزل هذا الفيديو على رشيد نقاز في صفحات الفيسبوك صدقني راح تكون زنزال كبير على رشيد نقاز، ورشيد نقاز اصلا يتمنى به الفيديو هذا ما ينزلش. وهذا الفيديو اللي قاعد نحكي لك عليه راهو حاكمينه يعني عند الامن العسكري على رشيد نقاز، يعني كي نقول لك فيديو خطير خطير جدا على حياه الخاصه تاع رشيد نقاز. يعني كاين ناس مازالت مش يعني غريبه، وانت الاجهزه تاع المخابرات مختصين في هذا الامر. يا تبارك الله فيك تبارك هما هو رشيد نقاز هي اي انسان في العالم كيحبوا به انسان يطيحوه يبعثوا لك واحد صاحبك يبعثوا لك يعاشرك. هو شوف هو لا يعني لهم شيء، هو شيئا بدور كان في وقت من الأوقات كانوا مكلفينه بالقضية تاع سعداني وسلال، فهمت؟ كانوا مكلفينه بالقضية. الآن راك تشوف راهم فاتحين له المجال، راهو يقوم بالتهريج، ولكن فيما بعد هو لما راح يقدم الملف نتاعو للمجلس الدستوري، المجلس الدستوري راه كاين مواد نتاع الدستور اللي تمنعه من الترشح. كاين بعض من الناس اللي راهم يشوفوا باللي واسمو شوفوا فيها باللي مسألة نتاع توقيعات، ماهيش قضية نتاع توقيعات، هو راهو يلعب على هذا الرول. السيد كيفاش راه انت تجمع التوقيعات وراح دير انت في التجمعات، انت المرك راح انت دير توقيعات تروح للناس تهضر معهم قال ودي هاو مثلا وثيقة راهو عندي قال واسمو عدد مطلوب فيه يعني هكذا من ناحية الدستورية على جال باش انا نتقدم للترشح، تمد الواحد الوثيقه، والوثيقه هذيك يعمرها السيد هذاك اللي عمرها لازم يكون مسجل، يعني مش معناتها مسجل انت الواحد ما عندوش حتى البطاقه نتاع الانتخاب، لازم يكون مسجل، فهمت؟ من بعد هو يعمر لك الوثيقه ويوقعها. عندك انت 25 ولايه، في كل ولايه لازمك انت تلم 1500 توقيع، والانسان هذاك اللي يعطيك التوقيع ما لازمش يوقع لواحد اخر،
درك هو انت لما انت تروح تشوف في لافول، الناس تتبع في لافول، قال والله راه ما معاه الناس، بصح شحال وقعوا له، شحال وقعوا له. تروح هو تدي لنا في نفول، والله هو يحوس على التصاور ويحوس، ما خطر على باله باللي ما راهوش رايح يفوت. على بالك يا استاذ، يا استاذ، الفيديو الاخر تاع رشيد نجاز اللي شفته، واش يقول للشباب مساكن يعني ولاد بلادنا، وحنا نحطوا رواحنا في بلاصتهم لو كنا في الجزائر، بالك احنا زاد نتغروا رانا بشر. اخر فيديو تاعو اللي شفته يعني حطوه حتى في قناة البلاد، يهضر مع الشباب ويقول له ما تنساش دير النيميرو تاع التليفون تاعك من لورا باه نتصل بيك. فهمت المعنى؟ يعني وقع وماش مشكرة وراك خالص يا أستاذ. لا من بعد لا 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 لا، ماشي هكذاك، ماشي هكذاك. هو شوف نقول لك، تايا لما تكون انسان هذا راهو عنده فعلا عنده انصار، هذا الانسان اللي عنده انصار، الانسان هذا اللي راهو عنده انصار راهو جاي في مكتب تاعو، فهمت؟ راهو جاي في تبارك مكتب الله فيك، صح. تاعو، عنده بيرو وراهو مرياح، والناس راها هي تلملو في التوقيعات ويجيو ليه. لكن كون هو انه راهو يتحرك، راهو ينشط ويروح للولايات، بمعنى انه ما راهوش ثيق في حتى واحد. لما هو يروح للناس على جال باش يلم الناس، باش يظهر للناس من انه راهم فعلا راهم معاه الناس لخاطر قدوة، لما راهو رايح هو يروح للمجلس الدستوري، وكنت راهم معاك قال مثلا 500 فرضا، 500 راهم معاك في منطقة معينة، راك رحت حتى الولاية قال سطيف ولا قسنطينه ولا اي ولايه واحده اخرى، ولا تيزي وزو ولا اي ولايه واحده اخرى، راه معاك 500 راهم موجودين في الخارج برا. يا هل ترى هذوك 500 راهم وقعوا لك عندك توقيعات نتاعهم؟ دوك انت غدوه انت لما راك راح تروح للمجلس الدستوري، الفيديوهات هذوك ما عندهم حتى معنى، لا باج تاع الفيسبوك ما عندها حتى معنى، فهمت؟ التجمعات ما عندهم حتى معنى. انت لما تروح للمجلس الدستوري يقول لك اعطيني القائمه، كل ولايه اعطيني الناس اللي وقعوا لك بالاسماء، ديرهم لي في سي دي والله في كلي يو اس بي، اعطيهم لي قائمه، قال مثلا فلان بن فلان، هاو العنوان تاعو، هاو رقم الهاتف تاعو، هاو الايميل تاعو، هاو الاسم تاعو، قائمه هذيك. هما من بعد هما عندهم اللوجيسيال، وعندهم هما يشوفوا، يقدروا هما يفيريفيو، فهمت؟ تعطيهم انت القائمه، قال مثلا 60,000، اعطي لهم قائمه تاع 60,000، اعطيها لهم. والملف نتاع الترشح ما فيهش غير فقط التوقيعات، اولا فيه تسمى قلت لك انا دايرين ماده في الدستور، بحيث هو انه لازم هذا المرشح ما لازمش تكون عنده جنسيه من قبل، هو راح يقول لهم بلي انا ما عنديش جنسيه من قبل، هو عنده كانت عنده الجنسيه الفرنسيه، هو يقول هو بالتسجيل يقول بلي راه تنازل، تنازل بمعنى انه كانت عنده جنسيه، ما تسمحلوش باش يترشح، لازم له برنامج، لازم له ملف صحي، لازم له كذا ولازم له كذا ولازم له كذا. كاين بعض الناس لو كنت تقول لي باللي بوتفليقه مثلا، بوتفليقه راه ما عندوش الدستور، بوتفليقه هو راهو محطوط، هو رئيس قانوني رئيس. راه محطوط فما، والمجلس الدستوري تحت الاشاره تاعو، ومجلس الامه تحت الاشاره تاعو، والصحافه راه تحت الاشاره تاعو، والقايد صالح والجماعه اللي راه معاه راهم كلهم راهم تحت الاشاره، وكلهم راهم تحت الخدمه. هما راهم عندهم مجموعه معينين، فهمت؟ مجموعه معينين معروفين بالاسماء نتاعهم، راهم رايحين يفوتوهم، خمسه سته على الاكثر، على الاكثر سبعه من الناس معروفين بالاسماء نتاعهم، وهذو في الغالب عندهم احزاب، عندهم احزاب سياسيه، ما هي كاين على مستوى الولايات، ما نقولوش 48 ولايه، ما هي كاين ولو على مستوى 15 من بلديه ولا 20 بلديه، 20 ولايه، عندهم هما الممثلين نتاعهم، راهم رايحين منهم اللي راهو على باله بروحه هو باللي ما راهوش رايح يفوز بالانتخابات، على باله بها، على باله هو راه رايح من اجل عجل باش يدي 5 ملاير ولا 10 ملاير، رايح من اجل على جال باش هو فرصه، على جال باش هو قال مثلا في ولايه من الولايات ما عندوش ممثلين، راه فرصه على جال باش هو ينتشر على ولايه، على مستوى ولايه واحده اخرى، راه رايح يدير اعضاء ومنخرطين على مستوى ولايه واحده اخرى، وكاين اللي راه هو فرصه على جال باش يلتقي مع الوالي، فرصه باش يلتقي مع الوزير، فرصه باش يلتقي مع وسائل الاعلام، فرصه على جال باش هو قال مثلا يعرفوه قال في الرئاسه، ويصير هو فيما بعد قال لما لا يبروبوزيو عليه وزاره ولا كذا، ولا قال مثلا قنصليه ولا سفاره ولا مديريه،
كذا يدخل معهم في تجارة فهمتني في تجارة تبارك الله فيك. باش الناس راهم قال مثلا ان هما يروحوا من اجل على جل باش هما يفوزوا بالانتخابات او قال راهم فعل الناس راهم يحوسوا على التغيير. والله لحد الان انا ما رانيش نشوف في حتى واحد راه مرشح راه فعلا راه هو يطمح للتغيير وقاطعه جذريه، حتى اذا كان فيه ناس راهم هما يرفعوا فيه الشعار واقعيا ما كانش واقعيا لحد الساعه الناس اللي راهم فعلا راهم هما يحوسوا على التغيير الحقيقي ما راناش نشوفوا فيه. هذه هي هو راه يقوم راني بدور معك استاذ هو راه يقوم بدور فهمت راه يقوم بدور انا اللي متاسف له هو بعض الشباب المخدوعين، هما كاينين الناس اللي هما راهم باعثينهم يقوموا بدور فوالا هكذا قدام الناس. انا هذه نزيد نضيف واحد الحاجه اخرى وبعاك ننزل يا استاذ. انا شوف المعارضه في البلاد انا ما نديرش عليها، انا لحد الان ما قعدتش ننتخب وما ننتخبش، يعني حتى نشوف الانسان المناسب واللي يستاهل باه نعطيه صوتي. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه حتى المعارضه هنا اللي نشوف فيها في الخارج، مثال كان انا لما قعدت نتكلم معك بحقائق. انا رشيد نجاز، انا نعرف حتى دراع لي من لطفي العبيدي، يعني نعرفه شخصيا لطفي العبيدي، نعرفه شخصيا، مقيم في الجزائر، يعني إنسان ما شاء الله عليه، ما عندي ما نقول في الولد هذاك. كاين أنا كنت في الخارج، أنا كنت صاحب أكبر صفحة موجودة في أوروبا. درنا مرة يا أستاذ والله العظيم، يعني هذه درنا مرة حملة من أجل لم أموال فيه جزائري جاء ألمانيا، إنسان عنده 68 سنة، جاء البنت في ألمانيا مقيمة، مرض وطلب عليه ثلث عملية جراحية، اسقامت له العملية يا أستاذ 26,000 أورو. 26,000 أورو. أنا كنت عندي أصدقاء منهم اتصلت براشيد نجاز عن طريق لطفي، اتصلت بأمير ديزاد. أمير ديزاد يعني فيه وقت من الأوقات والله يا أستاذ ما نقول لكش على نفسي، نقول لك والله وراس بنتي العزيزة، ولكن أمير راهو يسمع فيي على بال واش قاعد نقول. فيه في واحد الأوقات أمير كان محتاج دعم، يعني مساندة، أنا ساندته في موقف ما ناكل ما نشرب منه، يعني ساندته وكنت معاه، يعني راجل بمعنى الكلمة، شغل ولد بلادي، شفته دار يعني عاد وحده في الميدان، قفت معاه وساندته وطلعت له من المعنويات. بصح لما الجزائري هذا سقط في ألمانيا وطلب عملية ب 26,000 أورو يا أستاذ، اتصلت بأمير ديزاد قال لي نعاونك نبغم منشورة، اتصلت براشيد نجاز قال لي نعمل ونعمل، والله في الاخير خلاوه مطيش في المستشفى، وامير ديزاد على باله وطلع حتى في اللايف، وكنت حاضر في المستشفى في المانيا مع يعني مع الشخص هذا، وانا الجزائري هذا ما نعرفه، يعني جزائري من العاصمه مقيم في القبه، اتصلت بيا بنته، اتصلت بالصفحه، شغل كله انسان حاصل عنده ربي، وانت بالك تقدر تعاون. أنا كجزائري شفت الحالة تاع الأب هذاك وحطيته كيما بابا، عاوناه بالشي اللي نقدروا عليه يا أستاذ، وهذه الوجه ربي، وهذا جزائري خونا، هذا جزائري خونا. أنا قدامنا ننتقد الدولة وقدامنا نشوف رواحنا الساعة. لما اتصلت بهم وقالوا لي نعاونوا ونديروا، منهم راشيد نجاز في الأخير والله العظيم يا أستاذ، خليني نكمل لك. شوف في الاخير يا استاذ، فرماوا عليا التليفونات، لا اتصالات ولا شيء، كثر خير صحافي مقيم في باريس، صحافي بدون ذكر الاسم نتاعو باه ما نديرش الاشهار ليه، صحافي مقيم في باريس والله العظيم تكلف بالعمليه وتكلف بكل مصاري تاع المستشفى، الوجه ربي. يعني في الاخير الانسان هذا اللي ما كنتش حاطه حتى باه يعاون، اتصلت به شخصيا وقلت له يا فلان هاي القصة، وشاف الحالة تاع الجزائري وعاونه. وانا في الاخير يجوني شباب من الجزائر
راشد نجاز ولا امير ديزاد هما ما عارفين حتى حقيقه عن الناس هادو، يا سبحان الله ما عارفينش حتى الحقيقه تاعهم شخصيه يا استاذ، عيب والله العظيم عيب عيب. اذا قاعدين انا نحكي لك في قصه صارت لي انا شخصيا مع الناس هادو سبحان الله، يعني مش قاعد. المهم شوف، هو شوف احنا الموضوع على هذه قلت لك انا الانتخابات الرئاسيه. المهم هو الشخص هذا راهو واضح باللي راهو مكلف بمهمه، واضح يعني غير الانسان اللي عمله ربي البصر تاعو. هذا الانسان اللي راهو درك هو ترشح في 2017 خلينا من الترشح نتاعو في فرنسا في 2017 ترشح كنائب زعما في نتاع الانتخابات النيابيه هذه في فرنسا، وشوف السكندال اللي صرا له مع نتاع خاوته. من بعد دوكا تروح نتايا للجزائر، واش معناتها؟ معناتها راك مقيم في فرنسا. في فرنسا وراه قاعد هو يلعب في دور، فهمت؟ كل مره يلعب في دور. الان درك المره اللي فاتت صرات له القضيه هذيك تاع السرقه، المره هذه واش راح يقول؟ واش راه هاوي واش كاين شباب اللي هما راهم درك هما فرضا راه معقدين عليه الامل، من بعد واش اللي راه يصرى؟ راحين يصابون بالاحباط. بالاحباط نعم. ومن بعد واش راه يصرى فيما بعد؟ علاش انت تبيع في الاوهام للناس؟ لماذا؟ خلي يعني... اذا كان فعلا كاين ناس راهم يحوسوا على التغيير، انت راك حبيت تعاون، خلي ربما تجي في فرصه واحده اخرى، ربما تهيئ الأرضية في فرصة واحدة أخرى، تتغير القوانين ويجد دستور واحد آخر، وفيما بعد أنت إذا كان راك حاب تخدم البلاد أخدمها. لكن هو أنك أنت تجي من أجل خدمة ناس آخرين، كنت لما واحد ذكره وذكره هو يشوف لك هذه الأنواع هذه اللي راه ترشح راح يتقدمها، ما يتقدمش. انا يا استاذ واحد من الناس، يعني واحد من الناس اخر انتخابات تاعي في 99، يعني للان ما نقدرش حتى الصوت نتاعي يكون يديوه هنا في السفارات يعني في الخارج. انا ما نروحش ننتخب، ولكن الصوت نتاعي قاعدين ينتخبوا به، هادوك حاجه اخرى. بصح انا من سنه 99 لحد الان والله ما نسعى بطاقه انتخاب، لان يا استاذ ما زلت ما قنعت بحتى انسان، ما زلت يعني عارف باللي. شكرا للاخ الكريم، كاين اخوة اخرين راهم يحاولوا ان نمرهم. وتبارك الله فيك يا استاذ، السلام عليكم. شكرا. وعليكم السلام ورحمه الله. نحاول هو ان نمر الاخوة. شو ترى الاخ عبد الحفيظ؟ اخ عبد الحفيظ عندك مشكله، بن سعيد عندك مشكله في نشوف ترى هذا الاخ فركوس. المهم الاخوة معذره، احنا رانا نتحدثوا على الكرنفال هذا اللي راه موجود في الجزائر، والحديث راه مفتوح لكل الجزائري والجزائريات اللي يحبوا يشاركوا معنا. الاخ الكريم مرحبا بك. السلام عليكم استاذ نور الدين. وعليكم السلام. من راك تكلم فينا الاخ فركوس؟ تفضل الاخ فركوس، تفضل. من راك تكلم فينا؟ نتكلم فيك من إيطاليا أستاذ. مرحبا بك، تفضل. الله يزيد فضلك. إيه الموضوع نتاعنا هذا؟ والله يعني شي يضحك وشي يبكي أستاذ. يعني احنا أنا خرجت من الجزائر في عمري 27 سنة، درك أنا في عمري 52 سنة. إيه ما شاء الله. عايشك يبارك فيك. ما شاء الله. هذه نشوفوا الوضعية اللي راهي فيها البلاد والحالة اللي راهي في البلاد هذه تبكي، والله غير تبكي. نبكي على بلادنا، حوسناها من الطليان لفرنسا لالمان، احنا ونشوفوا في كل شيء المملي في الجزائر، المواطنين اللي راهم في الجزائر ام كاين الانترنت وراهم يشوفوا بلا ما احنا شفنا، بالك هما يشوفوا غير في الانترنت، بالك يحسوا قل، احنا نشوفوا بعينينا. يعني صح. نغير يا أستاذ، نغير يا أستاذ، نغير والله لا نغير على بلادي. إمكانيات كاينة، الجزائر كلمة كي نقول الجزائر، الموقع نتاعها الجغرافي، الخيرات اللي فيها بشرية ومادية، ما شاء الله 40 مليون نسمة،
نزلزلوا به العالم، نزلزلوه في هاد في هاد في هاد الوضعية هذه. مهزلة مهزلة بأتم معنى الكلمة، صح، مهزلة. ينوض واحد خوتنا جيراننا، شفت فيديو قبيل، خوتنا جيراننا بطريقة غير مباشرة بطريقة هزلية، وعندهم الحق. يعني الوضعية نتاعنا يعني ما نقدرش نعبر عليها، ونوليو هذاك اللي شي يضحك اللي نشوفوه درك في القنوات هذه اللي داروها بجانب اليتيمه. كون غير خلاو اليتيمه هذيك وحده، ما يكفيهمش الوقت باش يديروا، خاطرش غير قناه وحده باش يديروا المهازل هذه كامله. كي زادوا خرجوا هذو القنوات هذو، عاد عندهم الفضاء واسع باش يديروا المهازل. نعم. المهم استاذ، انا ما كان حتى هي ديجا كما يقولوا هذه الهضره هذه خرجت بكري بكري، خرجت اللعاب حميده والرشام حميده. اما لو الفهم يفهم، اللعاب حميده والرشام حميده ما كان لا تغيير لا انتخابات، لا هم يحزنون. لا، هو التغيير يكون لما الشعب يكون هو راهو عنده القابلية نتاع التغيير. انت كيفاش انت راك رايح تساند في انسان مهرج؟ راني نشوفوا فيهم الناس اللي راهم ينصحوا فيهم وراهم دوك يوريو لهم في الطريق الصحيح، يقول لك انت هاك تنشر في الاحباط. مش من تنشر في الاحباط، راني ننشر لك في الواقع كيما راهو هو. مش من الاحباط راني ننشر لك. احنا نقول كاين لهم الاحباط ارواح لابد والناس تتجمع قبل يحدث فيها نقاش، ومن بعد الناس تروح من اجل التغيير حقيقي. ترى حد دوك اي انت والله. تروح تمشي اللي انت دوك راك قاعد يسرك بيك رشيد نكاز وسبيسيفيك وناس اخرين، ام يسركوا بيك. ومن بعد النهار اللي يديروا المجلس الدستوري هما راهم رايحين يخرجوك مجموعة انت اشخاص 5 او 6 ورايحين يمروا الانتخابات كما يحبوا. من بعد تعاود ترجع للكلام تاعي تسمعوا، ما تفهموش درك، ممكن بالك بعد 10 سنين تفهم الكلام تاعي. وانت انا ننصح فيك، نقول لك خطر عليه عندنا تجارب مع هذا النظام. لو كان جات راها كاين درك مثلا دلائل نتاع التغيير، راه كاينه دلائل. ها هو اخرتها برك انايا رحت طلبت ندير جواز سفر، ايوه ما عطاوهوليش لحد الان، مازال ما عطاوهوليش. فهمت؟ جواز سفر باش بابا بابا يسجلوني في بابا بابا القنصليه ما عطاوهوليش. واش من تغيير راك تهضر لي عليه انت؟ وري بابا لي ماده بابا في الدستور والله كاين قانون اللي يمنعني انا باش ناخذ جواز سفر تاعي، وري لي. ما كاين لا ما كان قانون ولا حتى دستور. قانون، ما هذا كانش. نتاع الدستور، هذا نتاع قانون تخدم معاهم. هذا راني انا اللي عندي الحق. انت راهم درك راهم دايرين لك مواد في الدستور يمنعوك باش تترشح، وراك رايح دايرين على الاقل، دايرينكم ما يقدرش، ما كانش اصلا، ما كانش. هادو شكون هادو اللي عندهم يترشحوا هادو؟ الدولة، على جال عندهم باش يلموا، الاعلام، على جال باش عندهم يكملوا البنوك. يكملوا اه ايه باش يكملوا الفيكتيف نتاع المسرحيه، ويفرقوا ويوزعوا شويه نتاع الفلوس، ويقسموا لا طاخت. وهذا ما كان تاك تشوف فيهم ناس يروحوا يجيبوهم يخيروهم، واحدة طايرة وذنه، واحدة طايرة عينه، واحد طاير فمه، واحد كذا واحد كذا، واحد رايب سنانه. ويروح ايه ويروح يجيبوهم يستناو فيهم مجدينهم 3 ولا 4 قنوات مجدينهم كلهم من اجل ارسال صورة للخارج وحتى للشعب. قال لك تشوفوا راها ولات اللي من هب ودب، على جال باش الناس فيما بعد تولي تقبل بالامر الواقع. ولكن في المقابل راهم الان راهم يتبعوا فينا، فهمت؟ ولكن ولا يعرفوك ولا يسمعوا بيك ولا ولا والو. عندنا سنوات ونحن ننشط ونحن ننادي من اجل على جال باش يكون هناك مؤتمر حقيقي، على جال باش يكون في الداخل وفي الخارج، وتعمل الناس مع بعض من اجل الوصول الى ضمانات والى ارضية مشتركة، ونروحوا لتغيير حقيقي. واحد ما على باله بيك، حتى هذا المواطن راهو يشوف فيك بصح ما يتفاعلش معاك، ويروح يوم يتفاعل مع الناس اللي راهم ينشروا في التفاهات. واحد كان البارح شيات صح البوتفليقة، فعلا شيات كان يضرب له في فعلا. الشتاء، البارح يضرب في الشتاء البوتفليقة، مازالت الشتاء نتاعو مازالت ما نشفتش، فهمت؟ ويجي اللي انت عندك 18 سنة ما فعلا روحتش فعلا. للبلاد، يجي يقول لك انت باللي هاك انت مع النظام. هذا مواطن، هذا المواطن هو اللي راه يخدم في النظام.
هذا المو... انا دوك راهو يجي ليا بوتفليقه بوتفليقه ما راهو جاي راهو عايش في عالم واحد اخر. هم بعد هذا الناس هذو العبيد هذو اللي راهم درك هما يجيو وراهم هما اللي راهم يقدموا في هذه الخدمات للنظام. ما تقدرش انت يكون هناك تغيير بدون وعي، مستحيل. كيفاش انت هذا هو صح اللي صح هو طالع هابط الاخ ما. كمل كمل، حبيت نقطع لك الكلام بصح كمل استاذ الفكره تاعك. قلت لك ما تقدرش انت تغير دون وعي. كيفاش هذا الانسان الذي لا يفرق بين معارض وبين موالي، لا يفرق بين انسان وطني اللي راه يحوش على المصلحه نتاع البلاد وبين انسان مرتزق وبين انسان عميل، هذا واش تنتظر منه على جلب شو يدير لك في الخير؟ بعض من الناس يقول لك انت درك مثلا انا ما فهمتش انا علاش نتايا علاش يديروا لك قانون نتاع تاع الانتخابات الرئاسيه لازم فيه 40 سنه. وعلاه الناس هذو اللي راهم داروا القانون على جلب باش ترشح انت للانتخابات الرئاسيه في السن نتاع 40 سنه محسوب حطوه برك هكذاك. النهار اللي توصل 40 سنه، نهار اللي توصل 40 سنه باسكو علاش انت درك الراس نتاعك مازال مقفل. نهار اللي توصل 40 سنه تفوت 40 سنه من بعد تولي تشوف الدنيا تشوف فيها حاجه واحده حاجه واحد اخرى. تولي انت لما جيت تاخذ قرار لازمك دير له 70,000 حساب. انت راك رايح تتحمل مسؤوليه تاع امه، قادر دوك انت واحد من المجانين. تخيل انت دوك لو كان تروح تجيب انت واحد من المجانين كيما اللي راهم درك هذو يبينوا فيها من الشباب، تروح انت درك انت وعنده راه الاسلحه النوويه واش يدير؟ قسما بالله في 24 ساعه يفجر العالم هذا، في 24 ساعه العالم هذا يفجر العالم هذا. تحسب انت هاد الناس اللي راهم داروا درك هما القوانين هذو دارهم غير هكذاك راهم داروا حسابات. قضيه نتاع انه الواحد تكون عنده جنسيه نتاع المراه نتاعو جنسيه جزائريه، لماذا؟ لانه قادر انت دوك مثلا واحد راه مزوج بامريكيه راه تخدم مع المخابرات الامريكيه، هاي قادر غدوه انت راك راه هو رئيس وعندك انت المراه نتاعك راه تخدم مع المخابرات الامريكيه، هاي اسر تاع الدوله كرة عندها او فرنسيه او المانيه او من اي جنسيه واحد اخر. تاع ليه ما تشوفش انت الشوفات هذيك؟ هما لما راهم داروا مثل هذه القوانين راه داروها لحسابات. بالاضافه دوك مثلا قال هذه نتاع واحد درك هذا راهو يكون عايش 10 سنين قبل ما يترشح في الجزائر، ويقول لك كيفاش تروح تجيب انت دوك واحد من ها؟ علاش يقول لك جيبوا تاع ليكيب ناسيونال؟ واش جاب الكرة القدم تاع ماتش تاع تسير تاع دولة؟ واش جاب تسير دولة؟ يا سبحان الله يا سبحان الله. كيفاش واش تقارن لي انت هذا دوك الانسان اللي ما عاش في الجزائر كيفاش راه يخدمها؟ مستحيل. هذا الانسان اللي راه عايش في الجزائر يعرف القرى ويعرف المداشر ويعرف العقلية نتاع الشعب الجزائري، يعرف الأسرة، يعرف الرحم، يعرف كذا، يعرف الفلاح ويعرف العامل ويعرف البطال ويعرف السياسي ويعرف الإعلامي ويعرف الإمام ويعرف التاجر ويعرف وبين الإنسان اللي راه يدرك هو ما يعرفش المشاكل نتاع المجتمع الجزائري. دوك لما انت تقول لهم هذا الكلام يقولك باللي انت ايه ما لو شو الفرق بينك انت وبين الناس اللي راهم يهضروا في النظام، وعلاش الناس اللي راهم في النظام راهو الكلام تاعهم كله غلطه؟ لا لا، كاين كلام صحيح، كاين قوانين اللي راها تخدم البلاد، ولكن في المقابل كاين فساد، كاين مرتشين، كاين الناس اللي راهم يوصلوا حتى لدرجه ما كانش تفعيل القوانين. القوانين كاين قوانين بصح ما كانش تفعيلها، هما ما يطبقوهاش كيعود حاميها حراميها تسمى كاين اللي ما كانش. يا استاذ تطبيق تطبيق ما كانش، كاين الرشوه، كاين البيستون، كاين المعرفه، كاين وحتى هذه المواطن راهو يديرها. تذوك لما تقول لهم انت شكون اللي راهو يحقر هاي دوك انا راهو جاي يحقرني طرطاق، راهو معايا طرطاق، راهو يحقر فيا بوتفليقه، راهو يحقر فيا بوتفليقه، راهو يحقر ولد يحيى، حقرك ولد بلادك في القنصليه في تولوز بتليفون من الجزائر. ايه هاو يجيو ليك ناس اللي هما مواطنين راهم هما يحقروك مواطنين. ربي يجيب الخير ان شاء الله ان شاء الله يا استاذ. المهم نغتنم الفرصه استاذ باش نحييك. انا من قديم وانا نسمع لك، وسبق لي ودرت مداخله معك في اذاعه وطني بكري بكري بكري. حييك يا استاذ
بزاف 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 بزاف، واش من واش من حوارات ما تفشلش يا سمعت؟ أستاذ. والله شاركت العظيم معك في شغل حوار نتاع الشرطة والتغيير. هملي. شوف والله العظيم، شوف نقول والله مرات غير نقول نسكر ونروح. على بالك شو هم الناس اللي راهم ما يخليوني تفشلش نرجع؟ يا أستاذ. والله غير الناس أها الزواليه، الناس الزواليه اللي راهم ربما ما مش يشوفوا فينا اصلا، فهمت؟ ما عندهمش الانترنت صح اصلا. فعلا. هذوك هم اللي راهم يخليونا احنا على جال باش انت تقول انت بالك لا على الله عند ربي كش ما تلقى. وبالتالي هذا العبد، هذا الانسان اللي انت مضيع اسرتك، مضيع صحتك، ومضيع فرص كثيره على عمرك، وقاعد انت على جال باش انت تساهم فيه، يعني باش تفطن في الناس وباش توعي فيهم، وباش مو يجي انت يسبك. انت راك كيما عاشك كيما الكلب هذاك اللي انت تنحيله في القرض وهو يعض فيك، صح. فهمت؟ ما وهي تفشلش يا أستاذ نور الدين، أجرك عند الله كبير، وكاين رجال الخفاء اللي ما يسمعوك وما يشاركوش، وحنا الغالب ما نعرفوش نعبروا بزاف، التعبير عندنا شوية ناقص، وعندنا شوية نتاع لي نار هكا مرات، وكاين الناس المهم اللي ساكتة، كاين أغلبية. أنا والله عندي أمل، لا بغى هكا، عندي أمل، على بالي باللي أغلبية راهي ساكتة صامتة كما نقولوا. كاين ولاد الفاميليا في البلاد، ان شاء الله ربي ولكن يعلم، إلى الله يجيب متى؟ الخير. إلى الى متى؟ متى فعلا هذه؟ أنت إلى خاطرش متى والله لما كي تشوف؟ توقف كما نقولوا، كي توقف نور الدين، والله كي توقف كما نقولوا احنا مثل شعبي عندنا في الشرق الجزائري، كي توقف القيق بال القط، الناس الكل تضم للصف. هم بعدهم يروحوا هاد الحرافيش هذه تروح. إن شاء الله، ان إن شاء شاء الله الله، ماذا بينا؟ ربي ان يبارك شاء الله فيك، نخليو الفرصة ربي يبارك الآخرين فيك. ما أستاذ، ربي فرصة أخرى يحفظك، إن شاء شكرا الله. للأخ فركوس، شكرا، بارك الله فيك، شكرا. الله يحفظك. نشوف ترى الأخ باديس، باديس عندك مشكلة في الخط تاعك، شوفوا ترى هذا نتاع، اصبر الأخ أحمد، اصبر شوية، كاين إخوة. السلام عليكم، وعليكم السلام، مرحبا. كي راك داير خويا؟ لاباس، وحشتك الله يبارك فيك يا خويا، واش راك؟ والله. انا كنت باغي نرقد، غدوني خدام، صور الله قلت نحكي ربي معك يكون قبل ما معك ان نرقد. شاء الله، ربي يبارك فيك. عقلتني تفكرتك شاركت معنا المرة اللي فاتت. طال وهران وهران وهراني، ديك شاكي بو منا. هاني شويه الحرير هاو، قول هاني شويه الحرير. والله انا كل ما نشوف حليل راني نتفكرك على بالك. المهم كي راك داير خويا؟ لاباس. والله لا بس الحمد لله. واش راني تحكي لنا نشوفك على الكرنفال؟ لا الكرنفال هذا اللي راهو راني جاي. نشوفك واه صواه نيشان. شوف والله لا حاجه راهي مدوختني في الشباب اللي راهم معاك، الشباب اللي راهم معاك في الكومنتير وكاع، بيعطيهم غير رساله واحده، الله يرضى عليكم، الدستور تاع 2016 اللي داره النظام هذا اللي راح يحكم فينا دروك، دار الرئيس عنده صلاحيه تاع امبراطور، ولا راني غلط نيشان؟ نعم كاينه عنده منها ولا صلاح، لا؟ نعم صحيح. صلاحيات كبيره بزاف. اوكي، كيفاش راهم يقولوا اناني مع هذا الفلان، اناني مع هذا الفلان، انت مريض، واخد اخر يجي خارج منظومه يحكم صلاحيات تاع هذا الدستور هذا، يحكم وزير الدفاع، شوف يكون وزير دفاع، حاكم في المحكمة، يحكم في كل شيء. هيا انت تقول لي نكاز، ولا تقول لي عم باليش شكون غدير، يعني باليش يجي غدوة نفوتي عليه، ما كم من يفوتوش نيتك؟ ما يفوت. ما كاش فوت، ما كاش، خلينا لا لا دقيقة، لا، ما كاش فوت. مش هي أنا القضية نتكلم على تاع الشباب، الفوت. زعما الشباب اللي راهم يجروا من نيتهم وكاع، ما تطمعش روحك، ما عندناش ديمقراطية في الجزائر، ما كاش، حنا دولة عربية إفريقية. نظام شمولي سيبو، نظام واحد يحكم، سيستم قاعد كيما راه، الا كان حلين، حل واحد اللي انت اجتهدت عليه كيما نقولوا مؤتمر جزائر تاع كاع، كيما نعم كي راك كاتب، كيما نقولوا مصالحه وطنيه، المشروع اللي راك دايره انت، نعم وانا استبعد زعما، ما نكذبش عليك، ما نظنش غادي ينجح، لخاطرش مادام حنا عندنا عقول متحجره عم يسيروا في البلاد، وكاين حاجه الزوجه وبنت لي ان شاء الله تنجح، هي مرحله انتقاليه برئيس من السلطه يكون محبوب من كيما نقولوا من الشعب،
كيما نقولوا تبون مثلا، نقولوا مثلا اذا دار اصلاحات ولا ما تكونش زعما كيما نقولوا تكون مقبوله، ولا يكون واحد ذكي داهيه كيما شاكيب. انا مازالني معول على شاكيب، انا هذا هو انا كنشوف فيها من راسك. لا ما... لا ماشي قلت لك انتخابات، السلطه تحطها، السلطه تحطها كمرحله انتقاليه. انا ما نامنش بالانتخابات استاذ، من 91 ما نامنش، وراه كبير عليا وكتعرف هاد الصوالح ما كنامنش بها. انا ما دام راني عايش في الجزائر، انا كون نعيش في لندن ولا نعيش في باري ولا نعيش في بلاصه اخرى، هو نمارس الديمقراطيه ونفوطي وكاع، بصح في الجزائر هنايا من المستحيل. واني قالها من راسي ما دام راني في افريقيا، افريقيا خويا الجزائر حكم عسكري الى كيما قال لك مش عارف الى جي جينيراسيون جديده. وزيدك ثاني حاجه اخرى، الشباب هادو الله يرضى عليكم اقروا شويه كتب، اقروا قروا كتاب تاع كتاب اسمه امير، اقروه تعرفوا شو السياسه، تعرفوا الذكاء، تعرفوا انت قط تدخل في وسط ديوبه. ايوا بابش والله انا تحيه. لا لا والله لاني سيريو، والله لا عبالك انت نيرفا. شاب يطمع في روحه في بنادم، كيف كيف تتضلي غير انك ساعه تضلي على النكاز، انك انت ماكش مريض نكاز جو جو دراما دراما دايرين دايرين تلفزيون اعلام يدخلوا به الاشهار وكاع. هذا ما كان لي في طلعوا به لي في، هذا ما كان والله العظيم. استاذ علامي ايش عندك انت؟ ايه خبرني اعلام علامي ايش عندك انت؟ خاصني نطلعش لي فيتا بزاف لانك لا 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 انت لانه احنا لما تكون انت تتكلم تتكلم بالمنطق وتتكلم بالحكمه وتتكلم بالادله، ما يحبش هو يناقشك اصلا، يروحوا لانه هذوك الناس وما يديروا بهم البوز، فهمت؟ روح انت دوك مثلا انا فاهم الناس اللي راهم يتكلموا، روح جيب دوك مثلا هز هذا النكاز، روح شوف واحد انسان اللي راهو فاهم الامور كما ينبغي، فاهم التاريخ، فاهم فاهم النظام، فاهم صحيح، فاهم السياسه، فاهم الامور كيفاش راها تمشي، وحاول هو انه انت تناقشه في الموضوع. بس ما هضرش بالاسماوات، الشاب ما عندوش ما عنده ما عنده حتى فهم والله عليك، يروح مباشره هو انه تدخل انت وياه في متاهات. هما دوك الناس اعلاميين ما على بالهمش، ما على بالهم، على بالهم يتبعوا، فهمت؟ وباش يكون في علمك والعلم نتاع الاخوه، انا ما رانيش غير اسمه، شوف نعطيك غير مثال برك في هذا الموضوع. هذا اللي داروه في وقت سابق ما عندوش بزاف، ما هضرتهاش بصح خلينا نهضر هذوك. هذا الموضوع اللي كانوا دايرينه هذا نتاع امير ديزاد وهذيك الشبكه نتاع اسمه، انا عيط لي واحد من تاع النهار، عيط لي واحد من تاع النهار وقداش من مره وهو يقول لي على جال باش نشارك معه. ولكن انا مانيش نحوس على جال فقط على جال باش نتكلم، فهمت؟ ماني فاهمك استاذ، استاذ تاني فو ما كيما نقولوا استاذ مانيش حاب كان تاني لما يجي يعيط لي انه واحد قناه فضائيه ولا صحيفه كاينين يتصلوا بيا، كاينين يتصلوا بيا يجي يقول لي مثلا نحب نحكي معك في الموضوع، نقول له انا شكون الضيوف، شكون الضيوف، يقول لي والله تسمى يعني قاروحه محرج. خطر علاه؟ لانه كاين منهم اللي راهو عنده نيه مبيته، تسمى هو اذا ما يعيط لك يعيط لك على جال باش انت لحاجه انت ما تكونش على بالك بها. انا ما نروحش، انا لما يعيط لي واحد نعرف شكون الضيوف هما. كاين مرات هو يقول لي انه راهو كاين فلان ولا فلان، نقول له ما نجيش. او كاين مرات تعيط لي قناه فضائيه قال مثلا في موضوع، نقول له ما نجيش. لانه انا مانيش نحوس على الكلام ولا نحوس على الظهور، انا نحوس على انه المشروع هذاك انت تبقى يمشي للامام، فهمت؟ لما انت تروح انت تشوه روحك في مكان، او تروح انت ولا تشوه روحك في موضوع، او تروح انت تدخل في موضوع من بعد انت تخسر الاخر نتاعك، ما عنده مداني. نحكي في موضوع، هاي الرساله نتاعي اللي راني حاب نبلغها للناس، اللي راهو قبل اللهم بارك، اللي ما قبلش راهو كاين الوقت بيناتنا، شحال راه مازال كاين شهر، ماشي حاجه بزاف شهر. دوك الناس اللي راهم دوك قال مثلا راني خذلت انتو، بعد مارس نلتقي. للاسف الشديد الاخ هذا نتاع وهر نخرج نشوفوا طرا ادريس هذا
أخ إدريس، الأخ الكريم، اصبر برك الأخ أحمد، اصبر شوية برك يا صاحبي، حنا نتحاوروا ونتناقشوا مع الناس كل وكل واحد نحاولوا على جلب باش نقنعوه، والله يقنعنا، فهمت؟ هذا بالنسبة لنا شكيب خليل دستوريا ما عندوش دروب باش يترشح، الزوجة نتاعو راها عندها الجنسية الأمريكية، راه الأمور واضحة، فهمت؟ وراه مولود في وجدة، فهمت؟ بالتالي الجنسية الأصلية ما علبناش اللي عنده، الأخ اللي ترمز للاسم نتاعك بأمبيونس راك تتبع في الريح، فهمت؟ تبع في الريح وتبع في الهواء واسمه، شوفوا طر الأخ هذا أحمد، فهمت؟ قال لك مرشح ياكل ستيك، ياكل لي زونتر كوت ولا لي نوازيت. أخ حاتم قال لك ياكلوا لي زيسكالو، يا دي ربي يهدي ما خلق، هذا من الواحد يقول، فهمت يا ودي؟ مسؤولية كبيرة، فهمت؟ لو كان جاي إنسان يخاف ربي والله غير تعيط له تقول له انت روح باش يحطك رئيس، يقول لك لا لا، مسؤولية كبيرة، مسؤولية عظيمة قدام ربي، غدوة تحاسب انت على الفقراء وتحاسب المساكين وتحاسب على الناس اللي أعدموا بغير حق، وتحاسب انت على كل حاجة، الصحابة وراهم كانوا يخافوا. للأسف الشديد الأخ أحمد حجاج، راني دخلتك، يبدو وأنه عندك مشكلة في الخط تاعك، نشوفه ترى هذا الأخ ديدين، أخ ديدين عندك مشكلة في الخط تاعك، هذا باديس نفس الشيء، أخ باديس عندك مشكلة في الخط تاعك، نشوفه ترى هذا الأخ أحمد، بالك العود يطلع. ربي السلام يبارك فيك عليكم. الأخ. وعليكم السلام، أهلا، واش راك يا استاذ؟ لاباس والله، واش طلقوك الاخبار يا طلقوك استاذ؟ والله، لاباس هذه باينة باللي في الخارج هذه، طلقوني. ايه طلقوني. واش الاخبار يا سيدي؟ والله لاباس لاباس، هو. شركتي ربي يبارك فيك. الحمد لله، الله نعمة يبارك فيك. والله. واش خليت الجزائر؟ واش راكم يا سيدي؟ كاش ترشيحات، كاش يا يا كرنفال ربي هذا اللي راه مخلطة بك موجود هنا، العديد والله يا استاذ. لا سيفولي، هذه مقصودة، هذه القضية هذه. ايه، واحد شاف، خيروا واحد خيروا شاف جماعة النامة، واحد كيما قلت. والله كاين واحد استاذ لا نعرفه، كان معايا في اليونيفرسيتي في 97، هبل ما نذكروش الاسم، والله غير هبطناه مكتفينه للبلاد، كان مهبول يعني، ماشي وين قال هذا في موسوس، الخارجة؟ مهبول هبال. في الخارجة؟ لا لا، في اليونيفرسيتي في الجزائر، في الجزائر. آه ايه هبطناه البلاد مهبول في العاصمة، كنا في الجزائر، وترشح ما نذكروش الاسم، خلينا مكان لا باش ما نجرحوش في الناس، يا ربي يعني شافي، تفهم باللي وانا ما نلومش عليه، ما نلومش عليه، لانه والله غالب هو مريض، هو اللي خاصه الدواء، لا لا، ها ممكن، نلوم عليه. لا لا ممكن راهم راحوا ليه ناس، ممكن راهم راحوا اي ليه على وكش ما بالي عطاولو، قال مثلا ممكن الجملين ولا الثمنين ولا قال لك مصروفه، زكاوه ونفخوه شوي، نفخوه شوي وقالوا له باللي راك تصلح وكذا، ايه لانه مهبول ما يعرف صوالحه، ايه ما وهضر وكذا. وقلت له ما احنا هذا نعرفه بالاسم باللقب، نعرفه كما يقولوا قاعد معاه شهر معاه لتاه، مش قال انسان ما من بعيد ايه ولا، قلت له بحال هذه ها، والفيلم بان يعني، ايه سبحانك يا ربي، وكاين الناس يعني، هذا واش يبينوا للشعب، يبينوا للشعب باللي راه الشعب ما يصلحش، ما كانش اللي يصلح، رئيس غيرنا احنا اللي نبغوه، كاين المهبول واحد فمه طايح، وواحد شاف منام كما قلت، وواحد جابوه ثم مانيش عارف، انا قال لهم انا المهدي المنتظر، شفتوا هذاك تاع المهدي
ما شفتوش، ما نتبعهمش انا والله بزاف. انا كان انا شوف نقول لك، لو كان نتبعهم من نهار واحد ايه كان يحكمني السكر. ايه والله في الفيسبوك هكا دي فوا تشوف اه دي كاين فيديو مرات نشوف هكذا بيبليش. قليل، ونشوف هكذا نقول مثلا مقطع هكذا والله هذيك، ونفوت ما ايه نقعدش نتبع فيهم هكذا. خطر عليه والأدهى وقتك، والأمر ضيع وقتك، كما قلت هي ضيعت وقت، هو صح ضيعت وقت. ضيع وقتك. كاين بعض كاين الاخبار اللي نشوفهم هكذا، بعض الامور اللي نشوفهم من الاول للاخر، ولا كاين الناس ما نقدرش نتبعهم، لانه دوك انت مثلا قال هذا رشيد نكاس، راح تسمع له انت دوك مثلا حوار فيه ساعتين، واش راح تستفاد منه؟ ما عنده ما يقول، واش راح تستفاد منه؟ ما عنده يهضر في شيء، يهضر في شعارات فارغة، ما كان والو، فهمت؟ يهضر في شعارات عامة هكا، ما يهضرش، ما عندوش برنامج باين، قال السيد راح مدروس ولا حاجة. وجابوه، يلا قال لك الانتخاب واسمه التوقيعات راحوا داوهم له، ودوكا واش راه؟ دوك هذا بن فليس شاركت في الانتخابات في 2004، قال لك زوروا لك، اه علاش تلعب؟ زوروا لك، علاش تلعب؟ وشاركت في 2014 وزوروا لك في 2019، علاش ما تعاود؟ مصحين يزوروا لك. من نفس الفيلم متعاود الحالة، هي مقري، متعاود. مقري في 2014 قال احنا قاطعنا الانتخابات الرئاسية، وها الموتيف تاعك، قال ما كاينش لجنة تاع اه مراقبة تاع الانتخابات اللي وراحين كذا، يديروها دروك ما قال كانش. كذا قال كذا قال كذا، وراه المرشح نتاع النظام هو بوتفليقة وكذا. واش الشيء اللي تغير؟ الشيء اللي تغير؟ ما تبدل والو، تغير ما وما جاش حاجة جديدة. ها هو حتى واسمه ولد واسمه ذاك بن صالح هم عاودوا رجعوه، فهمت؟ شفته هذاك تاع مجلس الأمة هم عاودوا زادوا داروا له انا تاع مجلس موندو الأمة، واحد أخرى. واش الشيء اللي تبدل؟ منظر واحد اخر، ما دركا تبدل لما والو. تجي تقول لي باللي أنا راني مترشح من أجل التغيير، ويكون وفق عمل مشترك، فهمت؟ وفق عمل مشترك، وتكون هناك تعبئة شاملة، والناس تتحرك مع بعض من أجل تغيير حقيقي، واحد ما يرجع للدار، ثم نقول لك أوكي نمشي معاك. بصح باش بصح نروح وقتاش أنا استاذ، وقتاش هذه تكون، يا خويا، لحد وقتاش تكون هذه؟ الآن، لحد الآن الشعب اه للأسف الشديد، لما أنت تشوف درك ناس، أنت يجي واحد يسبك، يحط لك باللي أنت هذا ايه سبيسيفيك معارض، وانت اللي راك ايه مشنوق على جالو يجي يسبك. ايه هذا انت كيما تقول مش عارف. كاين تغيير؟ ما كانش تغيير. بصح شنو التغيير؟ بصح كاين حاجة، كاين حاجة لي برانسيب. الشعب الجزائري تجرد من المبادئ تاعو حتى نولى يبيع عرضه على مصلحته، عرضه يبيعه على المصلحة، تكي يوصل لمستوى وين يجي يسلم على يدخل الرئيس. واش معناه هذا؟ ذل، كاش ذل اكثر من الذل. كاينين الناس، شوف كاينين الناس في وقت سابق على جال نكاز، راه ممكن بلا كاين منهم اللي راهم يسمعوا فيا، كاين اللي سبوني، كاين اللي سبوني، وكاين مرة واحد بلوكيتو من بعد عاود حل كونت واحد اخر، وعاود اتصل بيا قال لي حاب نهضر معاك برك، حاب تفهمني برك، تفهمني برك. قلت له شنو نقول؟ قلت له راح نهضر معاك، ماركش راح تفهم الهضره نتاعي. قال لي لا، الهضره نتاعك معقده لهذا الحال، يعني لهذا المستوى، يعني اللي ما فهمهاش. قلت له ما راكش راح تفهمها، باسكو انت الشيء اللي علاش راك تسمى، مرات تلقى ناس تعب بكري يقول لك اسال مجرب وما تسالش طبيب. ايوه انت معمر راسك بحوايج فيها واحده اخرى، انت ما عندكش ما يفهمكش، التجربه، لما راح نتكلم ما معاك عندوش انا، نتكلم الهضره نتاعي تتكلم لك منها، تخرج منها توك تاش، ما تتعلم، يفهمهاش سيفري. تتعلم ان يتخبط راسك في الحيط. لما يتخبط ايوه راسك في الحيط من بعد انت ايه والله ما كنتش فاهم انا باللي واحد كي يتخبط راسه في الحيط راه راسه يقوم في اللور وكذا وكذا وكذا. من بعد ايه تبدا والله تفهم. دوك انت كي نقول لك انا راهو دوك مثلا رشيد نكاز هذا ما راهمش رايحين يخليوه، ماكش راك تسمع فيا. النهار اللي هما ما يخليوش رشيد نكاز، ومن بعد تعرف رشيد نكاز هذا باللي راهو الريح في الشبك، من بعد تبدا تفيق. ما كان والو، خاطئين واش راح نقول لك انا؟ تفاهم. هذا المشكل، المشكل قلت لك الناس عاد تجرد من المسألة، ومن بعد يعني ولا بكره راه يتصل معاه بيا، الجماعة اللي ولا راه معاه يتصل بيا واسمح لي، والله غير غلطت، والله غير كذا، وانا كنت حاسبه كذا، ومن بعد راني لقيته باللي فعلا كذاب، وباللي راني لقيته كذا وكذا وكذا وكذا. قلت له راه الله يسهل. هو ده المشكل. الناس اللي راهي تتأيد في رشيد دكاز ما همش عارفين اللي في اللي في اللي في اللي يعني في خلفيته، يشوفوا فيه سطحيا، يعني يروح للشباب في باب الواد، ولا يروح لهم كذا، يهضر معاهم كما يقولوا بلغة الشارع، يفهموه، يقراوه سطحيا، ما يقراوش وش وراه. شباب عامة، عامة الناس، لأنه العامة خطابهم وحده، يعني يفهموك
يعني يقتنعوا بك اذا ما يفهموش للسياسه. اي دور قال ويد نكاز نكاز عاد الناس تشوف بانه كانه عنده شعبيه، هو صاحب الزوالي هو كذا. انا مانيش جرح في شخصه وما دخلني فيه لانه ما نقراش انا كاع ما نحوسش عليه كاع. نكاز انا نشوف فيه باللي انسان كي هو كي الناس، كانت عنده واحد لافونتاج باش ترشح يمكن يكسب شعبيه من القضيه الناس من اصلا النقابات هذه. واش كي الناس عليها كي الناس نقول لك يمكن يكسب شعبيه من باب انت شوف شخصيات سياسيه، اسمع شخصيات سياسيه ها ودوك مثلا بن بيتور ما نتفقش معاه بالصح، راه كان وزير راه عنده شبكه من العلاقات، راه ما عنده حتى ناس راه داخل الجيش ما يقدرش يترشح. لماذا؟ لانه عارف باللي المساله ما هيش حاجه سهله. حمروش اقتنعوا عنده شبكه من العلاقات في الداخل وفي الخارج، والخطر عليه كاين فاهم الناس باللي راه مساله انت اعلان الرغبه نتاعك من بعد اعلان نتاع الرغبه نتاعك تروح تمشي كدير في السيرك. ولكن يا هل ترى غدوه انت فيما بعد راك رايح انت تقنع الشعب، وراك رايح انت فيما بعد انت الشعب يسير والوراء نتاعك، ويا هل ترى فيما بعد انت راك راح تقنع هذا المجلس الدستوري وراح انت فيما بعد انت تدي الانتخابات. تا هذا درك انت يا في واسمو توقيعات ما قدرتش تحميهم، ما تقدرش تحميهم كيف راح انت تحمي شعب؟ تقدرش توصلهم للبلاصه؟ راح تحمي انت امه؟ ما يحميش الشعب، ما عندك سياسه اللي اللي تحمي روحك واه تسمى ماكش لاحق للذكاء اللي تتغلب على المصاعب نتاع السياسه تغلبك. كيما قلت ما قدرتش توصلهم وتتصرح للشعب تقول لهم باللي ما قدرتش ترقوهم. كاين شفت شوف في الانتخابات نتاع 2017 لما راحوا ليه جماعه كان حطهم في القائمه، حطهم في القائمة ومن بعد نحاهم ودار اختو وخوه في القائمة، ومن بعد بدا يدير في السرك منا يطلع منا يهبط منا. هذا انت ما زالك مكان والو، غدوة انت راح تقنع هذا المواطن على جنب باش انت غدوة تروح انت الانتخابات الرئاسية. كاين الناس اللي راهم درك هما شوف يشوفوا قال باللي راهو درك مثلا الصفحة قال مثلا راهم فيها ناس راهم يشوفوا يتبعوا، قال والله نروح نطلع انا نتكلم ثم والله نبان ثم مع اهل جل باش انا نمر الرساله. هذا مكان ماهيش قضيه هذا مكان فعلا راه الناس راه مقتنعه السيد راه قانونيا دستوريا ما عندوش الضروه باش يترشح، وين راك رايح؟ ما عندوش حق، ما عندوش الحق دستوريا ما يفوتش دوسي حتى انا جاب 100,000 امضاء وما يقدرش والله يهز 400 ألف امضاء. ليش قضيه راح ينحبسوه ملف كامل متكامل ما يخليهوش يفوت اصلا. قضيه الزواج الزوجه تاعه وقضيه شحال من قضيه تمنعه باش يشارك والجنسيه وجماعه اسمح لي استاذ برك نقول كلمه للجماعه اللي راه معنا هنا. كاين ناس راهي تخسر روحي الكرفه روح كذا. احنا نقول له يعني يقول واش يبغي اي انسان راك تمثل غير نفسك، واللي قال شكيب خليل ولا قال بلومي ولا قال بوتفليقه يمثل غير نفسه. احنا راه هو الاستاذ سي نور الدين خبابه راه يهضر على هذا الموضوع، لب الموضوع انك ما تقصي حتى واحد، سواء بوتفليقه سواء ترامب ما تقصي حتى واحد، المصالحه ما تقصي حتى واحد، الا راك في المستوى ولحقت لدرجه وين تفهم هذا الحديث يمكن نتكلوا عليك. ما دام المستوى نتاعك انك تشوف الناس كاع مقصيه من الهضره ماكش في المستوى باش تفهم الكلام نتاع نور الدين خضر. هذا المبدا نتاع ما نقصي حتى واحد، لا شكيب خليل لا بوتفليقه لا بلومي لا حتى واحد. ما نقصيش ما فهمت قضية. أنا لا أؤمن بالإقصاء، ولكن درك هذا الناس اللي راهم درك هما راهم يساهموا في هذا الكرنفال راهم يضيعوا في فرصة على الشعب، راهم رايحين يضيعوا سنوات على الشعب الجزائري. والله يا أستاذ راني مخاطب في الناس اللي راهي تسمع لنا، راهي 87 واحد ولا كاينه ناس ما لحقتش للمستوى باش تفهم الرسالة تاعك. والله ما فهموها، مازال ما فهموهاش، راهم يشوفوا باللي كلامه هو قناعته ولا ما كانش قناعه في الدنيا غير قناعه لها اقتنع بها هي. مستحيل باش تكون قناعتك تتمشي على الناس كامله، مستحيل. اذا كان اقتنعت بانك تصحيح راك في الغلط. مالا مالا انا ما كاينين الناس اللي هما ينظروا للهيئه نتاع الانسان فهمت، شافوه باللي هكذا انسان واحد مرات يشوف واحد هكذا قال له جنتاه مليح والله عنده طريقه فهمت الطريقه نتاع الضحك هكذا كيفاش يضحك الناس وكيفاش كذا اسلوب كذا
ولكن لو كان انت تولي تخدم في المخ نتاعك وتسمع في الكلام نتاعك، ناس بكري قال لك خذ راي اللي بكيك ما تاخذش راي اللي ضحكك. انت درك هذاك الانسان اللي راه هو يضحك فيك راه هو يضيع لك في وقتك، ما تعتقدش باللي راه هو يخدم فيك. تلحق تمشي وقت وما تفيق براسك بلي راك غلط، ضيعت وقتك. خمم انت برك في مخك، هذا الانسان اللي راه هو يدعي من انه راه مليونير، كيفاش هذا المليونير راه مخلي الشركات نتاعو مخلي العقارات نتاعو راه يدور هو من ولايه لولايه، هذا باسبور ويدور. كيفاش هذا الانسان المليونير اللي راه عنده هو العقارات وعنده الشركات وعنده المليارات راه درك هو ما عندوش مقر في العاصمه ولا في ولايات واحد اخرى على جال باش هو يترشح؟ تظنك مثلا لو كان ما قدرش يمول قال راه مرشح فلان، قال لك مثلا المقري هاو ترشح، تروح تلقى راه عنده مقر في العاصمه وعنده دوكا راه مداومه سكرتير وراها الناس تخدم وراها تنشط وتلم في التوقيعات وعنده ممثلين. شفت انت مقري انت عندك الشعبيه اكثر منه، شفت مقري انت راه يدور في الولايات ما يتحركش، ما يدورش، يبعث الهندوق تاعو هو اللي نهار اللي يلم التوقيعات ومن بعد هو يروح يدير ندوه صحفيه يعلن على الترشح نتاعو الرسمي، وفيما بعد يبدا هو في الحمله الانتخابيه التجمعات مبرمج، هاو رايح للسطيف، هاو رايح لقسنطينه، هاو رايح للمسيله، هاو رايح للوهرم. سياسي انت راك دير في السياسه هاي الطريق، كيفاش انت قاعد انت دير في السيرك ماكش دير في السياسه؟ ماهوش دير في السياسه وي، هذا المشكل، هذا المشكل. والمشكل انه الناس اللي مغتره يعني دايها راكبه الموجه، اغلب الغاشي راكبه الموجه. الاخ الحاج قلت لي على حسب كلامك بن بيتور وحمروش وسلكها كيفاش تمرد ولا انقلاب؟ شوف تكلمت انا في مره سابقه ولا باس هو ان اذكر، اسمح لي الاخ احمد ده معليش استاذ تفضل. تكلمت في المره الاخيره ونزيد معليش نزيد نذكر، احنا درك رانا في وضع غير طبيعي، لازم تفهموا هذه المساله جيدا، كاين وضع طبيعي وكاين وضع غير طبيعي. في الوضع الطبيعي لما يكون هناك وضع طبيعي الانتخابات تكون مبنيه على التنافس، ومن بعد تكون فيه طاقات جديده من الشباب، قال مثلا غدوه لما احنا نعدلوا الدستور فرضا نقولوا هنا قال مثلا واحد يفوت 50 سنه ما كانش ترشح فرضا، هذا راهو في الوضع الطبيعي. احنا الان رانا في وضع غير طبيعي، دستور غير طبيعي، دستور الان دستور غير طبيعي، راك تشوف راهو مانع شرائح كثيره من الناس اللي راهم موجودين في الخارج من الترشح، وهما كانوا يقصدوا يعني في المعارضين حقيقة 10 سنين لازم تكون في البلاد، يقصدوا في المعارضين كاين بعض الناس يفهموا بها، قال لك باللي راهم داروها على نكاز ديروا انت نكاز تاعك والله ما على بالهم به، هما يقصدوا المعارضين هذو اللي راهم موجودين في الخارج، هما اللي ربما قادرين يأثروا، خاصة انه من الناس اللي راهم هما مناضلين وعندهم سنوات هما يناضلوا، خايفين غدوة هما لو كان يرجعوا رايح يتعاطف معهم الشعب خاصة من المظلومين ومن المقهورين ومن كذا. حق حق حق. درك انت كاين وضع طبيعي وكاين وضع غير طبيعي، احنا درك الان رانا في وضع غير طبيعي. درك انت لما انت تروح لحمروش مثلا، حمروش راهو انسان يعرف الدولة، يعرف النظام، يعرف الثغرات اللي راها موجودة، يعرف شخصيات في الداخل وفي الخارج، وما راهمش رايحين غدوة مثلا هما يخلقوا له قال مثلا ما على باليش انا فقره في الدستور، انسان ابن شهيد، انسان ابن عائله ثوريه، انسان عسكري، واحد من ابناء النظام وغيرهم شخصيات. انت درك غدوه لما انت راك راح تراهن من اعلى شخص اللي راهو رايح هو يمهد لك ارضيه انت تجي فيما بعد، فهمت؟ انت غدوه لما انت تنتقل الى مرحله واحده اخرى اللي فيها الحريات وفيها التنافس وفيها كذا، فيما بعد تبان شخصيات واحده اخرى، بصح باش انت تروح لي تراهن لي على انسان موش معروف اصلا، واحد عنده باجه في الفيسبوك راح انت تصنع به التغيير، يعني برك انا متقصر عليه. هذا المشكل، هذا المشكل،
هذه هي المسألة، ماشي قضية انت وكيما الناس اللي يشوفك انت، وزيد زيد بزيادة. دونك انت مثلا حمروش، حمروش هذا راهو باشر باشر الموضوع نتاع الإصلاحات. لما تجي درك هو يقول لك باللي انا راني رايح نمشي الإصلاحات حقيقية تأمنوا، لأنه هو راهو مشى في الطريق هذاك. لكن مثلا انت تروح تمشي انت مع واحد درك مثلا كيما هذا الجنرال هذا كان في الجيش غديري الكاسكيطه مازال داير الخط في راسه، مازال مطراسيه في شعره، ومن بعد يجي يحكي لك هو على مشروع مجتمع ويحكي لك انت على تغيير حقيقي. هذا مثلا عمار غول كان في النظام عنده دوك سنوات وهو وزير، انقلب حتى على ناس كانوا معاه في حمص وكذا، ومن بعد كان معاهم وانت قالب عليه. يجي يهضر لي دوك هو على التوافق وندوه الوفاق ويحكي لك ثم في بعضكم دايرين احزاب، في بعضكم انقسمتوا على بعضكم، متلموا انتم مع بعض. والله واش قلت لك يا استاذ، انا هذه كلمتك، قلت لك الناس المبادئ ما عندهاش مبادئ، يعني مبدا ما يوقفش على المبدا تاعو. انسان ما عندوش مبدا خلاص ما ينفعش، والله ما ينفع. والمشكل تاع الشعب واغلب عامه الناس ما عندهاش مبادئ، يعني بدلك بتحيا بوتفليقه يبدلك نورمال، صح ودار يبدل، يبيع داره ويبيع الدنيا كامله، يبدلك عادي يعني. يبدل حزب ويبدل يعني مصلحة، لانتيري بيرسونال يعني المصلحة الخاصة يبدل عليها كلش. هذا اللي يقول باللي راني راه معايا مساندين، على واش جاوك هذا نكاز؟ واحد يقول له خاصني خدمة، واحد خاصني دار، يعطيه بوتفليقة دار يصب عليك، ولا مش يعطيه، يعطيه ان بوست دو ترافاي يصب عليك، لكون غير يسلم عليه يصب عليك، ما قالش قاع يعطيه، يسلم عليه برك. الناس راها تجري باش تسلم على ايد الحاشية نتاعت بوتفليقة، ماشي حتى بوتفليقة، يجروا باش يسلموا على الحاشيه تاعهم. قال راه باغي يوقف معاك، والله ما يوقف معاك، واقف معاك لا الله غالب الوقت لاحو عندك. راه يقول خاصني دار، واش اغلب الناس اللي يوقفوا معاه شفت كلك فيديو تاع اسمه هذا تاع نكاز، واقف في 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 كارتي بوبيلار يهضر معاهم ورانا معاكم ونعاونكم، خاصنا الخدمه خاصنا الدار، هذا كلام سمعناه الف خطره. هذا خاصك الخدمه واش باغي نعطيك انا خدمه؟ واش نقول لك يا ودي، الله غالب الناس ما عندهاش مبادئ، هي قضيه مبادئ الشعب بين قوسين، ومع اسمح لي على هذه الكلمه ماشي مربي، هذا هو والله غير يقبلوها ولا يحطوها حاجه. كاين وكاين شعب ناقص، كاين ناقص الله غالب الغالبيه، راه دوك يعود اللي متربي يعود شاذ، لا يخرج على القاعده، يعود المتربي شاذ في هذا الموضوع. نعم ولا شذوذ، والله يا استاذ غير ولا اللي حاكم المبادئ تاعي يولي شاذ في 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 المجتمع تاعي، صح صح يولي شذوذ. احنا في وقت كما يقولوا يصبح فيه الحليم وحيرانا، شفت يولي كل شيء يمشي بالمقلوب. انا والله غير صراو لنا قصايص قبل اليوم، حق ربي الله ما اتنامن حتى في خويا ولد ما وبين ما اتنامن فيه، لحقت لواحد المستوى وين الثقه تنحى من الناس كامله، تقول ما دامك راك واقف برك. راه مشكل والله، غير مشكل اخلاقي، والله غير مشكل اخلاقي. لازم كما قلت انت الشعب هذا يقتنع بهذا، يقتنع به يعني يقتنع به خلاص، كيما ما نقارنوهاش بلا اله الا الله محمد رسول الله، ولكن حطوا مبدا من مبادئ حياته. بصح باش اذا كان هو استاذ يضحك لك يصد منه تبدل القضيه كاع، والله غير تبدل كلش. انا شناه من هذا. نعم شكرا اخي احمد، نمر الاخوه. ربي يعوضك يا استاذ، سامحنا. شكرا اخي احمد، شكرا. شوفوا ترى الاخ احمد، نعاود نزيد نعطيك فرصه. راني عاود طلعتك الاخ احمد جلال، واش راك جلال؟ العب العب جلال، يا الاخ بديس. شوف هذا غديري عنده عقليه مونطاليتي عقليه عسكريه، فهمت؟ عقلية عسكرية تيك، تشوف فيه مكبرانات برك، كبران وخرج وتشوف فيه كيفاش يتكلم مع الناس وكيفاش، ما بالك انت بجنرال، فهمت؟ كيفاش انت دولة مدنية ديرها بواحد عسكري ولا، فهمت؟ من جهة كانت الناس تنتقد في بومدين، بومدين رأوا دار انقلاب عسكري، وبومدين كذا وبومدين كذا، وجابوا الشاذلي عسكري وجابوا زروال عسكري. يا صاحبي بركونا من العسكر، حوسوا على ناس مدنيين. الأخ اللي ترمز للإسم نتاعك بصالح سلطان، يبدو هو أنه عندك
او تشارك لازمك تشارك بالهاتف، ما راكش تظهر لي. فهمت؟ باديس، شوف ترانزيدو باديس، عندك مشكلة في الخط تاعك. إدريس نفس الشيء. شوفوا ترى إدريس هذا بالك لا عاد يقدر يطلع. يا الأخ عمر والله العظيم ما رأينا، أقول لك صراحة ما يخليهوش يترشح، فهمت؟ عنده جنسية ما يخليهوش يترشح، وحتى التوقيعات ما ممكن جدا ما يلمهمش. الحل في العمل الجماعي الأخ رسيم. لا المصالحة ماهيش حاجة نتاع نهار ولا زوج، المصالحة نتاع مشروع نتاع 30 و40 سنة، مش نتاع نهار ولا زوج. لازم لها خدمة، لازم مدرسة تخدم، المسجد، الملعب، الناس الكل تتعاون، فهمت؟ نلحقوا الثقافة هذيك. فهمت أخ إدريس، راني طلعتك، يبدو أنه عندك مشكلة في الخط تاعك. يا ربي يهديكم، هذا من واحد يقول واحد. فهمت؟ أعطينا حلول. يروح يقرا الكتاب تاع المصالحة وراه هضر لي على الحلول. لو كان نعاود في الكلام كل مرة. شوفوا ترى الأخ هذا نشوفوا هذا شرف، الأخ اللي ترمز للإسم نتاعك بشرف أنيس، طلعتك وعندك خلل في الخط تاعك. شوف ترى هذا اللي رمز للإسم نتاعك ما كاش. شوفوا ترى هذا الأخ أحمد، باديس عندك مشكلة في الخط تاعك، فهمت؟ نزيد ترى نشوف مع أحمد. ايه يا الاخ فهد، ماهيش قضيه انت، شنو الفكره؟ قضيه انت العصيان المدني هذا، العصيان المدني هذا لازمك تلحق له فيما بعد، ماشي تروح ليه دركا. تروح ليه دركا وين انه الناس تشوف فيها مازال ماهيش مكونه، ما عندهاش وعي سياسي، ما عندهاش فهم الامور كيفاش راح تمشي. مثل هذاك الانسان اللي يروح هو يشعل، يرمي في البنزين ويشعل في النار، من بعد ما تحكمش فيها. يا حسرة، ملا مازال ما فهمتش القضية هذه نتاع باللي راهم ماشيين فيها، ملا مازال ما فهمت والو. لا إله إلا الله محمد. راه ماشيين الأخ جابر، راه ماشي ليها،
الأخ اللي ترمز للاسم نتاعك بالأبيض أبو ياسر، هما راهم يعتقدوا في أنفسهم من أنه راهم يصلحوا، فهمت؟ وفي اعتقادهم من أنه راهم يغيروا، ولكن الواقع حاجة واحدة أخرى. إيه الأخ فركوس هذاك هو الأخ اللي ترمز الاسم نتاعك بالنصرو. راني قلت لك الحل إذا كان تقصدني أنا في شخصي، راه الحل راه منشور منذ سنوات، فهمت؟ روح أقرأ، طالع الكتاب تاع المصالحة الجزائرية راه منشور وطالعه وتلقى فيه الحلول، فهمت؟ ايه صحيح الاخ نصر، اسمح لي استاذ، اسمح لي قبيلتنا الريزو راحة. معليش تفضل كمل الموضوع. تعرف استاذ حسب التعليقات اللي نشوفهم هنايا، هم حاسبين بوليتيك في الجزائر كلي ماركاتو تاع بولا، جيب رونالدينيو، لا ريكريد، لا احنا البارح جبنا ميسي، احنا لا احنا جبنا اي هذه سموها الجزائر. النظام تاعنا كل ما يضعف، كل ما يجي يدير لنا مشكله، ضعف في 91 دخلنا في حرب أهلية، ودروك زاد ضعاف، على بالكش هدار عندنا أزمة تاع هوية، راه خرج لنا جوج تاع علامات في الجزائر، علم تاع الشهداء وكاين علم تاع هذاك تاع الألوان، هذا تاع فرشيطة، ماشي سهلة شاشرة. أنا مش عارف والله العظيم أستاذ، رانا في مشكلة كبيرة، وهذا الشعب تاعنا نصه نصه كاع لا غالب عليها خبزيست، حوس على الخبزة، ماشي يحوس على بناء على شادالة شادالة. خطرة سلال اش قال في البرلمان، قال كلمة انتحي عليها، زعما انا هذه زعما هذه كلمة قالها، مانيش عارف لا قالها زهر ولا قالها، بلي هذا على الشباب على الحرقة، قال لهم بلي ما خاصهمش ماكلة ولا بياكلوا ولا، قال خاصهم بيعيشوا. صافي فهمت استاذ؟ النظام هذا راه عارف، راه عارف الشعب شنو راه باغي، راه عارفه غاية الغاية، ومستحيل مستحيل الصندوق يجيب رئيس، من المستحيل في الجزائر الدبابة هي اللي تجيب الرئيس، هذا ما كان هذا بنقوله. وثانيا قلت لك انا ما دار بينا، يا نطلب ربي ليل ونهار يجي رجل صالح من النظام، هذا ما كان، عشان على بالي خارج الصندوق ما كانش، مستحيل مستحيل، فرنسا ما تقبلش، امريكان ما تقبلش، ما تقبلش واحد مجهول يجي يحكم الجزائر. نشوفوني غلط استاذ هم يحوشوا على المصالح نتاعهم، يحوشوا على المصالح نتاعهم، ويحوشوا في نفس الوقت على جل باش الدوله ما تكونش يعني تكون تحت السيطره تاعهم، ما يحبوش بارك الله فيك. الدوله تكون سيده، وما يحبوش هما هذه الامم هذه خاصه هذه الدول العربيه والاسلاميه، ما يحبوهاش يعني تستعيد السياده نتاعها الحقيقيه، لانه اذا كان استعادت السيادة نتاعها الحقيقية معناتها أنه راه التجارة نتاعها. صح، ونزيدك أستاذ هذا الكرنفال تاع الدشرة، إما أنك تكون ضعيف أو محاصر من أولويات، هذه من أولويات تاعهم هذه. تعرف باللي الجزائر راه عندها موقع استراتيجي، لو كان غدوة الجزائر هي تستعيد السيادة نتاعها الحقيقية ما تحتاج فرنسا ولا تحتاج أوروبا، أستاذ معلومة معلومة أفريقيا، أفريقيا تعيش فيها نعطيك أستاذ معلومة، غير معلومة معلومة، في اللي قبل الاحتلال الفرنسي، عبالك باللي الدولة الجزائرية كان يطبعوا صورة تاعها، الجيش تاعها ولا الأسطول تاعها كان يطبعوه في الدينار تاع العملة تاع ألمانيا، كانوا زعما كانت حكايه دولة عظمى، كانت دولة عظمى قبل الاحتلال الفرنسي، ما يخلوهاش تطلع، مستحيل مستحيل يخلوها تطلع. كانت الماريكان أمريكا لما كانوا يجوا يمروا كانوا يدفعوا الغرامة باش يفوتوا على البحر الأبيض المتوسط. المهم شكرا للأخ الكريم، نمر الإخوة آخرين راهم معلي يتفضلوا أستاذ. فينا. شكرا الأخ اللي صبرت، شوف الأخ ولا الأخت اللي ترمز الاسم نتاعك بسوسن، صبر شوف التعليق تاعك الأول واش قلت لي فيه. أيوة قلت لي البديل، البديل هو مشروع المجتمع، مش الشخص، شخص قادر يموت، قادر يمرض، أو قادر يقتلوه،
والله مجموعة نفس الشيء، قادرين يمرضوا قادرين يموتوا قادرين يقتلوهم. المشروع لازم تكون الأفكار هي كما نقولوا صاحبة، فهمت؟ ما إيش قضية نتاع شخص. أصبر تشوف نزيد نشوف الآخر اللي قلت لي وش رأيك فيه واسمه أخ كمال. أخ كمال قلت لي وش رأيك في الترشح نتاع مقري. شوف مقري إنسان مناضل، إنسان عنده مستوى لبس به، إنسان متخلق، ولكن ما يخليوهش، فهمت؟ ما يخليوهش ركون كاني. شوف المرسي، المرسي برك في مصر يعطيك الخبر وراهو ما يخدمش مقري، ومن بعد تولي القضية الفلسطينية وكذا. لازم إذا راك تفهم الكلام قلت لك لازم واحد يكون من التيار الوطني. شوف البعيد، شوف شغل قدامك برك، مقري ما يفوتش غير كون كان ممكن خليه يفوت في هذه نتاع المجلس الدستوري ويدير حملة انتخابية نتاعو ويعطيه له المرتبة الثانية كما داروا الوسمو النحناح في 95. هذه يعني فهمت يكبروا به يعطيه المرتبة الثانية، فهمت؟ أما باش يدي الانتخابات الرئاسية حتى إذا اداها هو وزارة الداخلية يزوروا المحاضر ويديروا كل شيء فاركون كاني. الأخ نصرو قضية المشروع لازم الناس تخدم، فهمت؟ يقول انت وشكون اللي يقوم به، انا وانت والاخر 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 والاخر، الناس تخدم من اجل تجسيد هذاك المشروع، يحدث فيه نقاش، فهمتني؟ المشروع هذا ما راهوش راح ينطلق من ذاته. وشوف تحدثنا دوك مثلا في 2011 كانت الناس تجري للشارع في تلك المرحله، منهم مقري ومنهم جماعه تاع الرشيدي ومنهم ناس اخرين كانوا يجريوا للشارع في 2011. شوفوا واش من سنه الان، رانا في 2019، ولاو الناس يحكيوا على التوافق، ولاو الناس يحكيوا على المشروع نتاع المجتمع، ولاو الناس يحكيوا على الندوه نتاع الوفاق. هذا الموضوع كنت انا نحكي فيه في تلك المرحله، ارواحوا قبل ما انتم تروحوا للتغيير، ارواحوا الناس يحدث النقاش قبل. لو كان حدث النقاش فيما بعد ويكون هناك وعي جماعي فيما بعد انت تروح تفرض الشروط نتاعك. لو كان في تلك المرحله فرضت الناس الشروط نتاعها وما راحوا كل واحد يشوف فيه شوفه، ومن بعدك تشوف فيهم راحوا داروا الندوه نتاع مزافرون هذاك وراحوا دوكا وكل واحد واحد مقاطع واحد، ومن بعد راح تفرقت القضيه. ترى بالك لا الله المرة هذه تطلع الأخ باديس. يا الأخ صالح، وعليكم السلام. أهلا الأخ باديس، واش راك؟ لباس صافا الحمد لله. ترك لباس سمعت شعوب الحاجة، سمعت لي 18 سنة ما دخلتيش البلاد، ربي يفرج عليك وتروح على خير إن شاء الله. ربي يبارك من قلبي اللي. والله العظيم بديما استاذ شوف ما الاخ اللي كان يحكي لك تاع واحد هذاك الحل هي بريميرمون موند الانتخابات هذه راهو راح يجي مرشح تاع السلطه اللي فرغ منها. كيفاش احنا وشو المرشح تاع السلطه اللي راح ديروا اللي راح يحطوا السيستم هذا وحاب سيدي تونس امر مفروغ منه بقات في حمروش هذا يا خويا. إذا أنت نخبة والناس كلها تتمنى أنت وراك مخبي، إلا تخبى المرة أنا نقول لي بقى ساكت. ماشي هو شوف نقول لك حمر، شوف الأخ نداء وطن. اصبرني اصبر نورمالمون يلبي حمروش أنت كي يلبي الوطن. دوك لو كان تكون كاينة حركة شعبية معناتها أنه الشعب يخرج برا للخارج وقال يعيط الحمروش ومنها وهذه دار وطن يتحرك ممكن،
لكن انا نوجه له نداء، قال ودي حمرش تقدم اسمه للترشح ولا روحوا ليه مجموعه من الناس ما يترشحش، خطر عليه درك. هو يعرف جيدا باللي اذا كان الجماعه نتاع الجيش راهم داروهم الصك نتاع العهد الخامسه والله العظيم ولو كان راهو بوتفليقه ميت ميت، مشي مشي راهو رايح يموت ميت ميت يا خويا، ويجيبوا الشبه نتاعو فهمتي، يجيبوا الشبه نتاعو ويفوتوه. يعني قلت لك نورمالمون يبرون لو ريسك، كاش تا فيها ريسك هذه شعب وراهو. قلت لك استاذ وراهو شعب، شوف استاذ هي سيستم هذا لا الشعب اللي قلت لك هو الحد راهو اللي قلت له انت تاع المصالحه هذيك، ونخلقوا وعي جديد عند الناس باش يقدر يكون شونجمون صح في البلاد. فهمت كما هكا انا قلت عليه، قاعد نقول لك الغدير هذاك يا خويا كشتا 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 عسكري والكاسكيطه مازالت ما شحتش في جبهته، نحسوا عليه معاه انا كشمي باسكو انسان قاري وواعي ويقدر يكون مالا ويدور عليه. ما شكون استاذ مقدم يعني الان بليز يا راجل، هل بلي شوف الناس والله يقدر يكسرها شوف الناس اللي راهم معاه شكون هما، شوف ايه عسكر كيفه بس واش غير العسكر كاين تيار كاين تيار شوف زروال نحيه من راسك قلعو معليش بس حاو زروال ملك قلع راسو. شوف نقول لك شوف هذه 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 واحد ما ربما واحد ما على بالو بها، هذه صارت في الصيف صارت في الصيف دخل المستشفى، تعرف واش صار له تعرف واش صار له، كون نقول لك ما تدخلش في راسك كلاه كلب في الطريق هذه ما زروال. يا نعم في الصيف هذا الصيف هذا اللي فات ها واحد ما على باله بها الصحافه ما على بالهمش بها والله ممكن بالك على بالهم بها وممكن بالك ما حبوش يهضروها، كلاه كلب في الطريق مم يا شوف نقول لك هو اسمع اسمع هو تنازل نهار اللي استهدفوه من خلال بتشين جبد روحه وانتهى فيما يتعلق بالسلطه انتهى، هو راه دوك الان تقدم به السن، لو كان هو حب يناور وحب هو لو كان قعد ما يروحش، هو هو انسان منضبط منضبط كان انسان وجاب معاه واسمه ناس وطنيين كانوا معاه وكذا، والحق لهذيك النتيجه باللي التيار هذا يا إما أنك أنت تدخل في مواجهة معه والمواجهة تكون بالثمن نتاعها، فهمت؟ خطر هذا التيار تيار وراء جهات دولية، والشعب في تلك المرحلة شعب كان مكسور، فهمت؟ وإما هو أنك أنت تماهد الأرضية ذوك هو راهو جاب بوتفليقة، كاين أشياء اللي راهو ذوك مثلا سلبية وكاين أشياء اللي راهو ذوك هو راهو ذوك هو زدرها بوتفليقة. التيار هذا ذوك التيار هذا التيار هذا راهو ذوك ضعيف، هو راهو ذوك يحوس يركب على غديري، هذا التيار بالذات حوس يعود يرجع لانه هذا التيار قصه الاجنحه نتاعو، فهمت؟ راهو ذوك التيار مكسر او يحوس يرجع يرجع عن طريق غديري هذا، فهمت؟ هذا راهو جهات جهات اجنبيه راهو تدعم بهم في غديري يا استاذ. اي نعم ايه شوفهم روح شوفهم شوفهم يرام من وراء يعطون يا النخبة كل خواف استاذ أو كيفاه يا رجل هذو تيار شوفهم قل لك تيار هشكون تلتي شكون يعني اللي راح يجي هكا ويوفرنا أرضية لغدوة نخبة حاليا 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 اللي يقدر هو حمروش لا ما بغير ما بغاش باسكو ما كاينش تحرك شعبي ما كاينش تحرك شعبي، لو كان كاين تحرك شعبي لخطر هو هو درك على بالو على بالو اذا كان دوك هاد الناس اللي راهم داخل الجيش قال ودي ما كاينش ما كاينش الانتخابات كاينه دوك كما نقولوا انتخابات تعواجها ماهيش انتخابات حقيقيه تعواجها، هو ما يدخلش شوف ما يدخلش هو على جال باش يزكي الانتخابات ماهيش نظيفة ما ينجمش
مهم يا استاذ الشعب، تحرك شعبي، تحرك شعبي على المستوى الوطني وتكون تابعي ممكن بالك يلبي النداء. ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله ربي يجيب الخير. بركه يا استاذ، ربي يجيب الخير. انا قلت لك ان شاء الله، ان شاء الله يا ربي يعطينا واحدك. انا لا نملك الا الدعاء صدقني. انا برفوا كنخمم بعد شوف هز يديك ربي يا طالب. والله اني يرزقنا ربي بواحدك يخرج. ان السماء لا تمطر ذهبا ولا فضه يا شيخ. يعني معك استاذ باب الشعب هيك، شفتي الكرنفال هيك، شفتي لاكاليتي اللي قاعده تجي اوزي. والله كرنفال يعني هذا المواطن، هذا المواطن اللي يروح درك هو يمشي لك مع هذا سبيسيفيك، هذا درك ان نثيق فيه على مصلحه البلاد وعلى مستقبل البلاد. نحطوش هنا الكازا خلاص. بس لازم واحد يكون استراتيج، واحد يكون فاهم هذا هذه المنظمات اللي راح تتحرش بالجزائر وراح تستدرج في ناس من اجل على جل باش يديروا فوضى ولا يديروا كذا على جل باش يزيد ترهن الجزائر الوقت واحد اخر. لازم واحد يكون على باله بهالالعاب، تكون عنده ثقافه سياسيه عاليه، ويكون يعرف الجيش، ويكون يعرف كثير من المعطيات على جل باش هو، وتكون عنده علاقات دوليه. واش عندك انت؟ واش من علاقات عندك انت؟ واش من عندك؟ عنده المراه نتاعو، المراه نتاعو حاشم حتى باش يقولوا له على الزواج، يقول له انا مانيش عاقد عليها. هذا واش تنتظر منه انت؟ واش تنتظر منه؟ يتلاعب عليك على درك انت هو قدامك ويلعبك، يحاول يلعب عليك. حكمت وك المره ديك شفتيها لا فيديو عاد هضرت له على كلش. السيد رايح المخابرات الامريكيه بالصوت وبالصوره، يدير فيها في اللايف المخابرات الامريكيه، قدم لهم ملف على واسمه جزائري. واش تنتظر منه؟ هذا غدوه لو كان يكون بالصوت وبالصوره تاع الاف بي اي. على بالي كاينك لاباج هذيك تاع موفمون ديجان تفضح فيه طور. شوف استاذ، يعني الاخر مره بن بيتور ولا حمروش ولا غدير يا ذا، بلاك يجيب فيه ربي الخير، بلاك يطور عليه. بن بيتور ما يقدرش. حمروش اللي كان هو عسكري في وقت سابق ويقدر عنده شخصيه، وحتى هو مشى في الطريق اسمه بن فديس الاخر. بن بيتور كان معاهم في التسعينات. بس يا خويا كان له موقف هو مع بن بيتور. تسمى بن بيتور تقني اكثر منه سياسي. ماهوش انسان سياسي، ماهوش سياسي، وكبر في جبهه التحرير وعنده تيار قوي داخل جبهه التحرير، فهمت؟ يعني لو كان يتحركوا كما نقولوا التيار الوطني هذاك اللي كان يمثله مهري، يتحركوا ناس داخل الجيش، ويعني كاين واسمه عنده تأثير في منطقة القبائل قلمثن مع الأفافاس إلى غير ذلك. يقدر هو يشكل رأي، فهمت؟ يقدر يشكل توافق، يقدروا يمشي مع جماعة حمص، يقدر يمثل رأي حتى جماعة تاع الفيس. كاينين منهم اللي يقدروا ينسقوا معاه ويلقوا كما نقولوا رأي، هكذا يلقوا طريق. بصح ناس آخرين مكاش هما درك هاد الجماعة اللي راهم درك هما. كل المؤشرات راها رايحة إلى الاستمرار تاع الوضع. والاستمرار تاع الوضع وش راه يدير؟ كاين الناس اللي هما راهم يشوفوا فيه باللي راهو رايح استقرار، يدير استقرار. لكن تأكد مباشرة بعد الانتخابات يكونوا في أفريل تبدأ تحمل حالة شوية. ذكر عن الناس قال الشتاء وراء كذا في أفريل، ومن بعد راه رايح يجي وش يجي؟ يجي رمضان، يفوت رمضان يبدأ الغبار طالع، يبدأ الضرب الصحيح. إن شاء الله ربي يجيب الخير أستاذ، بارك الله فيك وربي يوفقك ويرزقك ما تتمنى على فكرتك أستاذ. درك نقرأ الكتاب تاع المصالحة. قلت درك نقرأ الكتاب تاع المصالحة. اقرا وشوف الحلول اللي راني مقترحها، وشوف التشخيص نتاع الوضع
فهمت التشخيص نتاع الوضع واني نعاود فيه. لا ها معليش استاذ بارك الله فيك استاذ. شكرا للاخ ادريس. بديت ربي يبارك فيك. شكرا. الاخ شرف، شرف الجريدي هذاك عندك مشكله. الاخ احمد نعاود للمره الاخيره هذه. هي الاخ حميد، حميد وبسكره. واش نقول لك، هو قلت لك القضيه هي تتعلق بالمشروع ماشي بالشخص، ولكن كاينين اشخاص اللي قادرين يلعبوا دور، من بينهم مولود حمروش، ولكن ما اعتقدش هو انه يمشي غير هكذاك برك. لو كان ما يكونش حركه شعبيه وكذا ما يمشيش. احمد بن نعمان، احمد بن نعمان ما يقدرش. فهمت، احمد بن نعمان ديجا عنده تيار قوي ضده. فهمت، ورايحين يتحركوا ما يخليوهش يمشي خطوه. فهمت، عنده أعداء كثيرين أحمد بن نعمان. موجود في الإنترنت الأخ نصر الدين. أخ أحمد حجاج والله شوف راني طلعتك بالك على الأقل واحد الخمس مرات. الأخ الجريدي هذاك شوف، عاود شوف الوسمو لي بارامتر تاعو الهاتف، طلعتك اكثر من خمس مرات الاخ حمد حجاج. راني ديجا دوك الان نستعاود طلعتك. كاين عندك مشكله في الخط نتاعك، الخط نتاع الانترنت. ايه الاخ وسمو الاخ نصرو هذاك هو. ايه هو بدون وعي تقدر انت تغير، ما تقدر تغير والو. يا الاخ ولا الاخت اللي ترمز للاسم نتاعك بسوسن، تذوق لما تحكي على التربيه ما تحكي ليش على الجيل هذا نتاع بن غبريط. فهمت، كاينين ناس حتى اذا كان دوك مثلا راهم متقدمين في السن، ولكن هذو ما تاثرش فيهم هذه الثقافه نتاع بن غبريط ولا التربيه اللي راك تحكي عليها اللي تاع تربيه بن بوزيد. علاش نحكي لك انا على هذو؟ انا راني نحكي لك على الاجيال. قال لك مثلا هذو اللي راهم مثلا مولودين نقولوا مثلا من السبعينات، فهمت، السبعينات ستينات خمسينات، هذو يقدروا هما يمشيوا بالجزائر الى مرحله واحده اخرى، فيما بعد انت راك راح تخير واسمه راك راح انت تاسس الى اجيال واحده اخرى. الخطر ما فهمتش الكلام تاعك الأخ أحمد. يا الأخ واسمو الأخ نصر قالك العمل الميداني، والله ساعات تضحكوني على بالك. يرحم والديك. وش هو العمل الميداني؟ فهموني ترى في العمل الميداني هذا وش هو؟ وش هو؟ وش هو؟ شوف هذا الانسان اللي راه درك هو يمارس في العمل الاعلامي عن طريق الصوره، عن طريق التركيب، عن طريق الكتابه. انا راني نكتب، راني نقوم بعمل اعلامي درك الان. هذا الحوار هذا اللي راني نديرو فيه راه داخل في هذا الاطار. حبيتني نروح ندير لك انا مسيره؟ واش من عمل اعلامي؟ واش من عمل ميداني تحوس عليه؟ تحوس ندير لقاءات؟ ما عنديش دراهم انا باش نروح انا ندير تجمعات وندير لقاءات. انا قال مثلا غدوه ندير لقاء في باري، نلم الناس اللي راهم في باري، ونروح لندن انا نلم الناس اللي راهم في لندن، ونروح انا ونلاقي الناس. واش من عمل ميداني تحوس عليه نتايا؟ تحوس لي نتا العمل هذاك اللي راه يدير فيه رشيد نكاز هو انه يمشي في الطروطوارات وهذاك انت تسميه عمل ميداني؟ انا لك سرك بالنسبه ليا. فهمت، عمل ميداني في وقته. فهمت، عمل ميداني في وقته. كنت يا مثلا لما الناس تقتنع اولا بالافكار،
يكون هناك نقاش حول مشروع مجتمع عن طريق انت الانترنت. انت راك تناقش، راه كاين شخصيات سياسيه اللي راهم يتبعوا، كاين اعلاميين، كاين سياسيين، كاين كذا، تقتنع الناس. شوف مثلا في وقت سابق قبل نقولوا 2008، هل ترى هذا الفكر هذا اللي الان راهو الان بدا ينتشر، هذا الكلام حول مشروع مجتمع وحول التوافق، هل ترى كان موجود من قبل؟ ما كانش موجود، كان تيار اسلامي وكان تيار واحد اخر علماني وقاعدين متضاربين في بعضهم. وفي وقت من الاوقات التيار الوطني والتيار الاسلامي ضربوا في بعضهم، وجماعه واحد اخرين قالوا ودي احنا رانا ضد الاسلاميين وضد هادو نتاع العسكر، خيرهم هما. ولكن من خلال هذيك النقاشات ومن خلال الحوارات اللي احنا كنا نقوم بها والكتابات، بدات الناس درك تعي من انه لابد من التعايش ولابد من التوافق ولابد من التسامح ومن التآخي، ولازم الناس تخدم وحده وحده. دوك الناس راها بدات الحياة تلحق هذا الوعي، هذا باش جا. دوك انا قال راهو عندي وسيله راني نتكلم عليها، ما عنديش القوه. راك تشوف انت دوك كاين قنوات فضائيه والله يفيتيك لخطر عليه، انت راك تحطم له الشيء اللي راهم يديروه. هم راهم يحوسوا يدمروا المجتمع، يحوسوا يغربوه، وانت راك تحاول تسعى من اجل الوحده ومن اجل، فهمت؟ بالتالي هم ما تخدمهمش. الاخ شرف راه عندك مشكله في الخط نتاعك. اخ احمد نزيد نعاود ديما ني خاسر. الاخ لطفي ماش القضيه، الامل في الصندوق، الامل هو في الله، فهمت؟ امل في ربي، والصندوق هذاك هو راهو تعبير لجل باش الناس تفهم باللي راه كاينه انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، ولكن معناش مازال ما وصلناش لهذاك المستوى. يا خويا دير، أخ ولا الأخت سوسن، دير كيفهم، فهمت؟ قلت لي بلي القبيلي ضامن مع بعضهم حقيقة هذه، فهمت؟ دير كيفهم انت، يا رشيد نكاز إنسان مهرج، هذا هو الرأي نتاعي، سن مهرج، وراهو يقوم بدور، فهمت؟ كان في وقت من الأوقات قايم بحملة ضد عمر سعداني وسلال، ودركا راهو يقوم بدورة من أجل خدمة ناس آخرين، فهمت؟ راني قلتها في بداية التسجيل ونعاود نكررها، دوك كاين الشباب اللي هو فقد الأمل، فهمت؟ فقدان الامل هذاك من خلال الاحباط ومن خلال كذا، هو راه رايح ينتقل لمرحله واحده اخرى. هذيك المرحله اللي راهو راح ينتقل لها قادر تكون احتجاجات، قادر يكون انفجار اجتماعي، قادر. دوك هو واش راه يدير؟ راهو يمارس في عمليه التنفيس نيابه عن النظام. لما ذوك هو يروح الشباب هذاك يجبدو، كاين شباب اللي هو ما عندوش وعي سياسي، ولا ما عندوش درك مثلا هو ثقافة سياسية ولا كذا، قالوا دي راه والله راه جاء وشخص هذا وهذا هو كان في الخارج وهو كذا ولما لا، والله هذا هو الرئيس الحقيقي والله كذا، يروح يمشي معه. ذوك هما هذ الناس اللي راهم في النظام، يا ما مش راهم هذو، هذو راهم الثعالب، راهم ذيابة، هما راهم يبعثوا في صورة للخارج، قال هاكم تشوفوا راهو كاين شباب راه مهتم بالانتخابات، وهاكم تشوفوا راه عندنا مرشحين، عندنا 130 مرشح والله 140 والله قادر 150 200، قال باللي فعلا راه فيه منافسة. هاكم تشوفوا حتى قال من هذيك خالتي ناصرة وخالتي نعيمة وخالتي كذا هم ترشحوا، فهمتني؟ حتى مواطنين عاديين هم ترشحوا، هما يبعثوا هذيك الرساله باش هاد الناس اللي راهم في الخارج قالوا والله كاين شباب والله غير مهتم وكذا. ومن بعد قال الله غالب هاد الناس ما عندهمش تجربه وهذو الناس كذا وما قدروش، هاو ترشح لهم بوتفليقه وميت وفاز عليهم لانه ما عندهمش تجربه سياسيه ولا. لكن المرشحين الحقيقيين اللي قادرين ينافسوا بالبرامج نتاعهم بالكاريزما نتاعهم
بالشخصيات نتاعهم وبالوزن نتاعهم السياسي هذوك ما يروحوش غير يقدموا هكذاك برك. دونك هو هذا رشيد نكاز راه يقوم بدور تاع تنفيس تاع تهريج، راه يقوم بدور من اجل خدمه ناس اخرين اللي راهم راحين يجيو فيما بعد، خدمه هذا النظام، خدمه مرشح راهم درك هذا دوك هذا علي غديري هذا راهم وراء ناس يهيئوا لهم الارضيه فهمتي، لما يهيجوا الشارع فهمت، من بعد انت قال هاو فهمت هاو دوك هذاك هو ما فاتش دوك امشيوا مع هذاك. لكن هي راه من الاول هكذا شفت انت العدو الريفي يشوفوا دوك مثلا الواحد اللي راه رايحين معولين عليه ما يبعثوهش هو في الاول، هذاك يخليوه من بعد دوزيام تروازيام ولا كاتريام، يبعثوا زوج ولا ثلاثه يرعوا هما يديروا لا فيتيس هذيك، يبداو هما يحركوا في الشعب يحركوا فيه يحركوا فيه، من بعد يجي ذاك الاخر ذاك في الدور الاخيره ويخرج هكذاك. دوك هما راهم عندهم عده مرشحين راهم مقدمينهم راهم يراهنوا عليهم، خاطر هما على بالهم ملي دركا عندهم مقاعد خسروها راهم يسعوا من اجل على جال باش هما يستعيدوا هذيك المقاعد والمواقع. من الصباح وانا نحكي قال له شكون هذا الناس واش راه نهضر معك انا بالله نهضر صاحبي بالعربيه والله. يا خويا الله يسهل فهمت، ما ظنيتش الاخ وسمو فهمت الاخ نصر الدين تحليل تاعي انا في هذا الوسمو نتاع الانتخابات، هما اللي كان معول عليهم بعض الشخصيات اللي هما قادرين اذا كان مروا في المجلس الدستوري قادرين هما يشكلوا فعلا منافسة. نقولوا بعض الشخصيات ثلاثة أربعة، قال مثلا حمروش واسمه هذا بن بيتور، قال مثلا علي بن محمد، نقولوا مثلا واحد من تو الأفافاس، واحد من تو الإسلاميين، قال مثلا هذا وش اسمه عبد الرزاق مقري. لو كان نقولوا مثلا هذا ترشحوا ويقدروا فيما بعد هما ينسقوا مع بعضهم كما نسقوا المجموعة نتاع 99 من أجل محاصرة مرشح السلطة. هنا لما يتحرك الشعب وتكون هناك تعبئة راحين هما يفرضوا أمر واقع عليه، لكن هما الآن رايحين يراهنوا على مجموعة هذا اللي اسمه هذه لويزة حنون محسوبة على من؟ راه انت تنتظر من انه الوزع حنون تنجح في الانتخابات؟ هذاك عبد العزيز بالعيد هذاك نتاع من راه هو يفوز بالانتخابات؟ هذا واسمه عبد الرزاق مقري كيف كيف هما راهم عندهم مجموعه من الناس دركا. هذا واسمه بن فليس راهو ينتظر مازال راه الناس تنتظر في التليفون فهمت. هو راهو الان راهو بدا يتقدم على جال باش هو يدير يجمع التوقيعات، ولكن راهو ينتظر في التليفون. قال ودي واش نقدموا ولا هما راهم يراهنوا على مجموعه من المرشحين، فيهم علي بن فليس، فيهم هذا عبد العزيز بن العيد، فيهم الوزا حنون، فيهم هذا علي غديري، هذا دركا وش اسمه هذا عبد الرزاق مقري. هما راهو عنده توجه هذاك راهم هما على بالهم باللي قال الطبقه السياسيه كيف راهم مشكله، وعلى بالهم هما باللي الوعاء الانتخابي هذا راه موجود. الوعاء نتاع الانتخابي في حماس راهم عندهم جهات اللي راها تمشي، فهمت، عندهم المراه الرجل الشباب كذا، راهم هما راهم رايحين يقسموا هذاك الوعاء الانتخابي هذاك فهمت. وفيما بعد رايحين ممكن جدا ممكن يبقى هذا احتمال هما انه قال مثلا يديروا دور ثاني، لما هما يديروا دور ثاني ويحصروك قال ها هو يخيروك بين انت مثلا بين بوتفليقه وقال عبد الرزاق مقري،
فهمت؟ ومن بعد يقول لك انت خير. هذ الناس اللي هما راهم كانوا الى حد ما داخلين في هذا المعمعة واش رايحين؟ رايحين يمشيوا مع بوتفليقة، لانه قال سكر الطريق للاسلاميين. فهمت المساله وين راها؟ سكر الطريق للاسلاميين، يقولوا الجماعه اللي كانوا هذ العلمانيين وكذا، قالوا ودي تحركوا جماعه تاع الجيش تحركوا وناضت يلا معاودوا رجعوا. فهمت؟ ويروحوا يمشيوها الطريق اللي راهم يحوسوا عليها. ومن بعد قال في المقابل، قال مقري قال ودي والله النوع دوك باش نعطيوك وزارات ونديروا حكومه ونديروا ندوه تاع وفاق نتاع عمار غول وكذا وكذا ومشيوها. هما دوك الجماعه اللي راهم درك هما دخلوا في هذا الاطار. انا راني قلتها كتابه، عندهم هما عده سيناريوهات. السيناريو الاول راني قلتها كتابه، وقلتها حتى في التسجيلات قبل ما يعنوا على هذا الاستدعاء نتاع الهيئه الناخبه. قلت باللي المخطط الف هو الذهاب للانتخابات في الموعد نتاعها، وماشيين بوتفليقه ماشي هو اللي يترشح، يرشحوه هو، راه يعتبروه في عداد الموتى يرشحوه من اجل تسيير مرحله، لانه هما جربوا داروا تيست على جل قضيه هذه نتاع واش اسمه تاع التمديد لفترة، شافوها باللي خلقت لهم مشكلة وقادرة تستغل. من بعد هما بطلوا مشاو، قال باللي تروح في الإطار تاع الموعد تاع الانتخابات تمشي في الوقت نتاعها، راهم قروها درك. الآن هما معذرة، راهم درك هما فتحوا المجال فيه مجموعة من المرشحين اللي راهم رايحين هما يعقبوهم في المصفات هذه تاع المجلس الدستوري. ولكن هذا الناس اللي راهم رايحين يعقبوهم، اولا على جال باش هما يقسموا الاصوات بين هذه قال علماني واسلامي ووطني وكذا، لكن في المقابل هما عندهم لفلان، عندهم الارندي، عندهم عمار غول، وعندهم ناس اخرين هذاك بنيو وش اسمه عمارة بن يونس وناس اخرين، راهم رايحين هما يمشيو في هذاك الخط، بالاضافه الى احزاب واحده اخرى رايحين. دوك تشوف دوك لما يعلنوا يقولوا باللي هاو المرشح نتاع بوتفليقه، دوك تشوف الجمعيات هذه، تشوف القنوات الفضائيه، وتشوف كذا وتشوف كذا، بالاضافه الى الناس اللي راهم في الخارج ما يهمهمش، مادام راهم درك هما المصالح نتاعهم مع بوتفليقه يعرفوه، راهم جربوه ويعرفوه، والله لا على بالهم. فهمت؟ وفي المقابل كاين الناس اللي هما راهم يراهنوا من اجل استعاده بعض المواقع. درك هذا اللي غديري وراءه ناس، راهم وراءه وراهم يدعموا فيه من اجل على جال باش هما كاينين قادرين. راكم تشوفوا راهم كاين تصريحات راها موجوده في الانترنت، والله مستعدين حتى للسلاح، رايحين ما مش راجعين. كاين جهات راها تعمل وراهم المال وراهم الاعلام وراهم اجهزه معروفه بالتيار معروف، رايحين للامام هما دوك. اذن المخطط الاول هما خلاص راهم مشاو فيه الى حد ما، قادرين درك هاد الناس اللي راهم درك هما تحالفوا، ما على بالكش واش راهو راح يصير من الغدوه، قادروا مثلا هذاك بوتفليقه يموت، من بعد تتغير الامور. الان هما راهم عندهم المخطط الف راهم مشاو فيه، درك فيما بعد قادره تتغير، كاينه بعض الاشياء اللي هي قادره تحدث هما يتاقلموا معها. قال مثلا درك لو كان يكون فيه حراك شعبي على المستوى الوطني، فيما بعد هما يتاقلموا معاه، قادرين فيما بعد يأجلوا الانتخابات، قادرين هما الاشياء هذه اللي كانوا مثلا في وقت من الاوقات قال هما مثلا محرمينها، قادرين فيما بعد يلجؤوا ليها. هذه مساله نتاع الندوه نتاع الوفاق ولا مؤتمر ولا كذا، قادرين فيما بعد هما يلجؤوا ليها، ولكن ماهيش هي الخيار رقم واحد، هما هذيك يلحقوا ليها
لما تطرطق خلاص وتروح ويصير واحد ربما ما يقدر يقدر يلمها من بعده ما يوليو الخيار هذاك يروح يخليه هو الأخير بس باش يروحوا ليه هو الأول ما يروحوش ليه هما المخطط الأول أمشوا فيه راحوا. أتمنى هو أنه راه القضية هذه توضحت لك. سبيسيفيك إنسان مهرج هذا هو الرأي تاعي، والخيار الأمثل اللي راني قلت عليه انتخابات بشكل جماعي والناس تخطط وتمشي للمستقبل. راني قلت ونعاود نكرر راه المشروع منشور في الكتاب تاع المصالحة راه موجود على الانترنت الإنسان اللي يحب يطالع. المهم الإخوة والأخوات لا سيما من الناس اللي ثقوا فيها، الإنسان اللي يعتقد من أنه هذا اللي غديري راه مع التغيير وراه يريد جمهورية جديدة كما راه يقول أو يريد مشروع مجتمع، هذا راه الرسم تاعو مضروب بكود. هذا واحد من الناس اللي راهم يحوسوا على الانتقام، يحوسوا على الانتقام. الجماعة انت التوفيق راهم يحوسوا هما يستعيدوا بعض المواقع يا ودي والله جيك مرات على بالك بعض الشباب غير على بالك باللي ضحكوك صح يلو غاني مهدي هذا لا محل له من الإعراب يا رجل. الناس تحكي على أمور مشاريع وتحكي على يحكي لي على واحد كان داير برنامج في اليوتيوب ريحيان ينفس لي فيه الله يهديك فهمت الله يهديك. قال له سبيسيفيك راجل راجل شريف قعدت معاه فهمت سافرت معاه عملته نهار اللي تلحق انت تلحق انت المستوى وين انك انت تناقش مشروع نتاع امه ثم بعد حكي نتاع السبيسيفيك هذا تروح انت دير لهم الاجار غدوة مع الرؤساء نتاع الدول وحكي لهم على المسموع السبيتش اللي كان يدير فيهم في هذاك نقول لك ممكن يصلح له المسرح بلاك يقدر يقدر يلقى راسه بلاك بصح رجل دولة رئيس جمهورية ماهيش لعب العين بليس يا رجل ولا تحكي على الدولة وتحكي على السيد انت يا ولا صبت انت تهرب اللي لقيت الهربة الأخ ياسين لقيت الهربة وقدرت الهوى علاش لا ولقيت فيها طريق بلك على الله يفتح عليك ربي وعلاش لا ربي يكون معك. المهم الإخوة والأخوات كانت هذه دردشة أتمنى هو أن ورنا على الأقل فتحنا لكم الخط هكذا سمعتوا الصوت نتاعنا وسمعنا بعض الأصوات. نلتقي إن شاء الله في فرص واحدة أخرى إلى ذلك حين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عمار فيجي قال لك أغلقت شركته في من أجل الشعب وعلاش ما غلقهاش قبل ما يروح يترشح الانتخابات. المهم ربي يبارك لكم الإخوة والأخوات. السلام عليكم.